صباح الخير يا شباب، يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال، ويا رب عائلاتكم دايما تكون في أحسن صحة وأحسن حال يا رب. يمكن احنا ما تقابلناش في الجامعة بقالنا سنة طبعا بسبب كورونا فايروس، وإن شاء الله بإذن الله الفيروس ده يختفي قريب ونرجع نتقابل تاني ونرجع نكمل الفيجن أو الفلسفة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، إنك تو انجوي ايكونومكس، وده كان الهدف دايما. وأنا كنت يعني بانفست فيك انك تقدر تنجوي ايكونومكس مش بس كستودنت، كبوليسي ميكر كمان. انت كبوليسي ميكر تقدر تحل مشاكل بتحصل في الماركت. فانا انت كلكم كنتوا هايلين جدا، وكان يعني ده ماي ستايل اوف تيتشنج او تيتشنج ستايل بشكل عام كان بيعتمد اكتر على ان انا ازاي شايفك. انا شايفك انك بوليسي ميكر في المستقبل، مش مجرد انك حد بياخد معلومات وخلاص. از بوليسي ميكر في المستقبل، انت كمان كام شهر او كمان كام يعني كلها شهور طبعا، وهتتخرج وهتبدا تشوف الماركت، والماركت نفسه مختلف عن يعني عن انك تذاكر حاجه وتحفظها وبعد كده ترميها في الامتحان. ف that's why ان الموضوع كله كان هدفي ان انا اهلك كويس جدا انك to be يعني efficient في الماركت as an economist. وطبعا as I told you من day one انك انت بالنسبه لي as an economist، او ازاي انا شايف economists المفروض يكونوا عايزين، او الماركت بشكل عام ازاي بيبقى عايز ده. الماركت بشكل عام عايز surgeons، يعني economists should be like surgeons. فعلشان انت تقدر تكون جراح، يعني ايه جراح؟ بمعنى ان اي حد عايز يشغلك، لو انت بتكلم طبعا على مالتي ناشونالز او بتكلم على حاجات بقى في economics زي مثلا IMF او World Bank او United Nations او غيره، انت علشان تدخل كل الاماكن دي هو ما بيعينش حد تقليدي، هو بيعين حد جراح. بمعنى ايه جراح؟ بمعنى ان حد عنده technical solutions. ودايما دراستك لإيكونومكس بتغذي جدا الجزء ده، بتخليك دايما عندك يعني الكرياتيفيتي او عندك التكنيكال سايد انك تقدر تحل اي مشكله بشكل يعني منظم وبشكل راشنال وناضج جدا. ف استكمالا يعني الموضوع، ما كانش عندنا الفرصه ان انا نتقابل السنه دي في الجامعه بسبب كورونا فايروس، بس ان شاء الله هحاول خلال اللكتشر دي ان انا كمان انقل لك اللي انا كنت عايز اقوله في ماني اند بانكينج. و طبعا اللكتشر دي بناء على طلب حضراتكم او مساعده ليكم استعدادا للفاينل في ماده ماني اند بانكينج. طيب الكارير نفسه، قبل ما اتكلم عن الكارير نفسه، انا برضو النهارده بشكل عام هنتكلم عن كل الحاجات اللي انت متوقعها علشان اللكتشر دي تبقى بالنسبه لك مفيده في الفاينل. الماده نفسها بانكينج يعني مهمه جدا جدا جدا، لانك لو سالت اي حد من الناس اللي اتخرجوا من انجلش سكشن هيقول لك ان ده اكتر ماركت الناس تقدر تدخله بعد التخرج على طول. يعني بعد التخرج هتلاقي سي اي بي وبنك مصر وكل البنوك بشكل عام اللي موجوده بتعين الناس بسهوله جدا. فده اسرع سيكتور ممكن انت كخريج انجلش سكشن تقدر تروح تدخله بمنتهى السهوله. فعلشان كده الكورس ده او الموديول ده بشكل عام مهم جدا. فانا عملت اللكتشر دي مساعده ليكوا عشان ريفيجن، عشان تقدر تستعد للامتحان كويس. خلينا في الاول نتكلم عن برضو كارير البانكينج، ان برضو البانكينج زي ما كنت بقول لك ان دي من اكتر الحاجات المنتشره، وكمان من اكتر الحاجات السهله اللي تقدر تدخلها بسهوله وتقدر تتعلمها بسهوله. طبعا ما كانش في فرصه كبيره جدا انك تاخد محتوى كبير في البانكينج في محاضراتك، بس ان شاء الله يعني هقول لك على طريقه تقدر تنفست في نفسك اكتر لموضوع كارير البنوك بشكل عام. طيب في الاول زي ما كنا متعودين مع بعض في الجامعه، ان انا كل سمستر كنت بدرس لك فيه، كنت بقول لك فيه ان انت مش بس هتاخد الموديول ده معايا انا بس، لا انت كمان هتاخده اونلاين على حاجه انترناشونال عشان تاخد يعني هاي كواليتي اديوكيشن. فبنتكلم مثلا هنا يعني انت زي ما كنت معايا في مايكرو ايكونومكس اند ماكرو ايكونومكس، كنا بناخد نفس اللي انت كنت تدرسه معايا كنت كمان بتدرسه على يونيفرسيتي اوف كاليفورنيا. وكنت كلكم ما شاء الله كلكم اخذتوا سيرتيفيكتس هايله جدا من سنه اولى، فان انتوا درستوا ايكونومكس او يعني امتحنتوا ايكونومكس في يونيفرسيتي اوف كاليفورنيا، فكده اتاكدت ان الاديوكيشن انت بتاخده هو نفس الاديوكيشن اللي موجود في احسن جامعات في العالم. فده دايما هدفي. يعني الحاجه اللي انا دايما هكررها لك هنا تاني، انك ممكن كمان خلال الاجازه تقدر تعمل كده في ماده ماني اند بانكينج في اونلاين كورس على فور فري طبعا زي ما انت عارف. انا اي ثينك ان كلكم دلوقتي بقيتوا عارفين كورسيرا من اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت، ومن شغلكم كمان ومن دراستكم في كورسيرا. دلوقتي في كورس موجود على كولومبيا يونيفرسيتي فور فري. كولومبيا يونيفرسيتي دي اوفر كورس في ماني اند بانكينج، ايكونومكس اوف ماني اند بانكينج، وده من احسن الكورسز اللي ممكن تاخدها في العالم. يعني اخد لحد دلوقتي 4.9.
واللي بيدرسه واحد من اشهر البروفيسورز اوف ماني اند بانكينج في العالم. فطبعا باي ذا اند اوف ذيس كورس هتقدر تبقى عندك نولج قويه جدا 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 في كارير بنوك، وكمان طبعا من شغلك انك كمان بتسال الناس اللي شغالين دلوقتي في بنوك. يعني دايما زي ما كنت بقول لك دايما لازم يبقى عندك فضول انك تشوف ايه اللي هيحصل في الماركت اللي انت هتدخله كمان كام شهر، فده مهم. بالنسبه للماني اند بانكينج برضو اللي كنت عايز اقول لك عليه هنا في موضوع الكارير او بشكل عام انك تستعد للموضوع، ف you just need to enjoy economics عشان دي الهدف او دي رساله اللي انا دايما في التيتشنج انا هدفي ان انا اوصلها لك، انك في فرق كبير جدا انك تكون بتدرس economics like a student وانك بتدرس economics like a policy maker، ودي حاجه مختلفه تماما. As I told you from day one you are a surgeon فلازم to act like a surgeon تقدر تحل مشاكل. فخلينا ده هبعت لك اللينك بتاع economics of money and banking لكورسيرا وتقدر تدخله وتقدر تشوف المحتوى اللي موجود فيه وتقدر تشتغل عليه. ده بالنسبه ل money and banking. بالنسبه للمنهج بتاعنا انا برضو كمان كل سنه كنت بحاول انمي السكيلز اللي عندك انك تشتغل على السرعه، يعني تشتغل على سبيد في الحل كمان. فده زي ما انت عارف ده انتراكتيف بلاتفورم، الكتاب بتاعنا بتاع مشكن وبيتكلم عن money and banking، وانتراكتيف بلاتفورم بتخليك كانك بتلعب جيمز، والجيمز دي بتخليك تقدر تعرف كل الكونسبتس او كل الحاجات اللي موجوده في الموديل بتاعك. طيب for this semester the module outline is، يعني انت في الاخر عندك الاوتلاين بتاعك هو عباره عن 4 chapters بس. انت عندك بسبب كورونا طبعا انت عندك chapter 2, 3, 9, and 14، فده كده الشابترز اللي عليك، فاحنا هنعدي عليهم كلهم دلوقتي علشان نبقى عارفين برضو الدنيا هتبقى ماشيه ازاي فيهم. طيب اي ثينك خلاص احنا تعرفنا بقالنا كتير جدا، يعني احنا نعرف بعض بقالنا كتير جدا. فماي نيم از احمد جمال، وانا يعني خلال السيشن ده هقول لك بالظبط ازاي تتعامل مع ماني اند بانكينج وازاي تشتغل على الموضوع ده يعني. طيب بالنسبه للماني اند بانكينج زي ما او زي ايكونومكس بشكل عام، this is my own slogan، انك دايما to enjoy economics and to enjoy banking. طيب الكتاب بتاعك just يعني حاجه سريعه كده، الكتاب بتاعك ده لواحد اسمه مشكن. مشكن ده واحد من اشهر الناس اللي كتبوا في ايكونومكس ماني اند بانكينج، فدي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا دي مرتبطه اكتر بالوضع الحالي في كورونا فايروس، بس انا زمان وانا بدرس كورس او من زمان يعني السنه اللي فاتت يعني وانا بدرس الكورس ده انا كنت في الجامعه، لو كنا في الجامعه كنا بننفايت ناس من يعني كل مره كنا بنجيب جيست سبيكر، كنت بجيب جيست سبيكر من مثلا من وزاره الماليه، جيست سبيكر من البنوك، من جبت سي اي بي وجبت بنك مصر وبنك الاهلي، جيست سبيكر من ستوك ماركت من البورصه، جيست سبيكرز من شركات تامين، عشان تقدر تبقى انت عندك نولج كامله، مش بس كمان نولج عاديه، كمان انك عندك يعني هاندز اون كده على الماركت شغال ازاي. فده كده كان ايكونومكس اوف ماني اند بانكينج. طيب خلينا افكرك بحاجه احنا عملناها كتير جدا 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 خلال التو موديولز اللي فاتوا، لما كنا بنتكلم عن موضوع جلاسز، موضوع النظارات، لما كنت بقول لك فيه انك اسيوم ان انا في جيم، في لعبه، واللعبه دي فيها كونسيومر بروديوسر اند جفرمنت. ذا كونسيومر اللي هو في الاخر انا وانت، ورمزنا له بالنظاره السوداء واتفقنا الكونسيومر ده هو عايز في الاخر ياخد اكتر ساتسفاكشن، اكتر يوتيليتي، اكتر اشباع بشكل عام، عايز يشبع اكتر ويدفع اقل، صح؟ واتفقنا كمان في النسبه للبروديوسر اللي هو النظاره الحمراء، اللي رمزنا له بالنظاره الحمراء بروديوسر جلاسز، ذا بامباير جلاسز، فقلنا ان ده شخص عايز يكسب اكتر حاجه ممكنه، يعني عايز تو ماكسمايز ذا بروفيت. وده درسناه في اول سمستر، درسته معايا في مايكرو ايكونومكس لما كنا بنعمل مايكرو اناليسيز للكونسيومر اند بروديوسر، تمام؟ بعد كده دخلنا في سمستر 2، دخلنا على جفرمنت، على ماكرو ايكونومكس. ماكرو ايكونومكس درسنا جفرمنت وعرفنا ازاي الجفرمنت بتشتغل، وعرفنا يعني ايه جي دي بي، وعرفنا يعني ايه انبلايمنت، وعرفنا يعني ايه انفليشن، وعرفنا يعني ايه ايكونوميك بوليسي، صح؟ اخر شابترز درستوها في ماده ماكرو ايكونومكس السنه اللي فاتت كانت، كنت بكلمك فيها عن مونيتري بوليسي اند فيزيكال بوليسي. كنت بكلمك اوكي انت ناو يو نو مين هو كونسيومر، يو نو مين هو البروديوسر. طيب دلوقتي انت دلوقتي بقيت عارف مين الجفرمنت، واتفقت معاك انك وانت بتتكلم او انت بتتكلم لايك ا بوليسي ميكر او لايك سم وان ان ذا جفرمنت، انت دايما بتكلمني هنا كمين، كحاجتين، اما ان حضرتك سنترال بانك، انك جفرنر اوف سنترال بانك، فاروق العقده او هشام رامز او اي حد فيهم او طارق عامر او كده،
فده السنترال بانك، ده البنك المركزي، وده هنتكلم عليه في الكورس ده. الناحيه الثانيه عندنا مينستر اوف فاينانس، عندنا وزير الماليه، وزير الماليه كمان ده من الكور بتاعنا. فانت عندك حاجه من اتنين، اما انت وزير ماليه او انك محافظ بنك مركزي وتبدا تشتغل على كده. فبالتالي ده اسمه مونيتري بوليسي وده اسمه فيزيكال بوليسي، السياسه الماليه والسياسه النقديه. ف طيب خلينا نقول ان الموضوع ان البانكينج موديول نفسه المفروض تاخده في السنه دي هو كان المفروض يتكون من ثلاث حاجات. كان المفروض يتكلم عن ماني، ويتكلم عن بانكينج، ويتكلم عن فاينانشال انستتيوشنز البورصه. فالجزء الاول في البانكينج ده هنغطيه برضو، والجزء الثاني الجزء اللي كان موجود في الكورس برضو وليه علاقه بالبانكينج، والجزء الاخير ليه علاقه بالفاينانشال ماركت، الفاينانشال ماركت البورصه. وطبعا ده ما انتم ما تعرضتوش ليه في الكورس ده بسبب طبعا كورونا فايروس. طيب انت كده عندك 4 شابترز، عندك شابتر 9 شابتر 2 شابتر 3 شابتر 9 شابتر 14. خلينا نتكلم عن كل حد فيهم، وفي الاخر اقول لك ازاي تذاكر وازاي تقدر تستعد وتستخدم التست بانك اللي موجود او اللي بقى موجود دلوقتي اونلاين من الجامعه، تقدر تستخدمه على انك تستعد للامتحان. طيب banking like any other bank، لو انت فتحت سي اي بي، فتحت اسال نفسك مين البنوك اللي حواليك، في سي اي بي، في ان دي بي، في كيو ان بي، في البنك الاهلي، في بنك مصر، في البنوك كلها. هدف الموديل ده هو يقول لك ازاي الميكانيزم نفسها، ازاي البنوك نفسها تشتغل جوه. فده يعني in this module or in this lecture I will take you on a tour to dive into the banking system، انك تعرف اكتر عن البانكينج. فده كده هدف الموضوع. طبعا في الجزء ده انا يعني دي ريفيجن ليكتشر، فانا مش هدخلك في تفاصيل قوي، بس ده كنا بنتكلم فيه يعني اول ليكتشر كنت بطلب منهم اكسرسايز، وكنت كانوا بيكتشفوا البنوك وكانوا بيروحوا يقابلوا ناس من البنوك وكده. بس طبعا ده ريفيجن ليكتشر فخلينا نعدي ده. طيب دلوقتي هنبدا بشابتر سي. شابتر سي اباوت ماني، يعني زي ما كنت بقول لك اسم الكتاب بتاعك اسمه ماني بانكينج اند فاينانشال انستتيوشنز. سو ماني في الجزء ده هنعرف يعني ايه ماني، ايه هي the functions of money، ازاي evolution of money، ازاي الماني اصلا اتعملت، و how to measure money. طيب خلينا نسأل نفسنا سؤال في الاول، ان money is anything that is generally accepted، اي حاجة الناس موافقين عليها انهم يستخدموها في التعامل ما بينهم. يعني الناس زمان كان ما بينهم ذهب، كان ما بينهم فضة، كان ما بينهم عملات معينة، العملات دي كان اسمها money. البيتكوين دلوقتي بقى هيبقى ماني، يعني بيتكوين اللي انت بتسمعه دلوقتي اللي هنتكلم عليه كمان شويه ده اسمه ماني. فهنتكلم عن ماني بشكل عام، اي حاجه الناس اجمعت ان الحاجه دي هنقدر نستخدمها وفي طرفين موافقين انهم يتعاملوا بيها، this is what's called money. فده مهم. طيب what's the difference between money income and wealth، ده برضو فرق مهم جدا، انك لازم تبقى عارف ايه الفرق ما بين wealth and income. ماني هي الفلوس اللي معاك، اي حاجه جنرالي اكسبتد الناس كلها موافقه عليها وشايفين ان انا موافق ادي لك البرودكت اللي معايا مقابل انك تديني الفلوس اللي معاك، الورقه اللي معاك بغض النظر الورقه ده اسمه ايه. تمام، جنرالي اكسبتد الفلوس بشكل عام بتاخد الاكسبتنس بتاعها من المكان اللي هي فيه او من قبول الناس اللي فيها. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا ليتس سي ان انا دلوقتي في برلين وباخد تاكسي، اوكي، لو انا في تاكسي في المانيا وانا بدفع للراجل فلوس، بطلع كده فلوس، فطلعت له مثلا 200 جنيه، تفتكر الراجل هيبقى رد فعله ايه؟ ما هذا يعني هيبقى في رد فعله ايه؟ العمله الغريبه دي يعني دي رسومات دي ايه بالظبط؟ مفيش اي حاجه معروفه. هاويفر ان انا لو طلعت له دولار، لو طلعت له مثلا 10 دولار، هيبقى عارف ان ده 10 دولار. فبالتالي ليه؟ لان الدولارز موجوده في كل حته، هو عارفها وهو موافق انه يستخدمها او يورز او غيره. فالمان اي حاجة مقبولة بين اتنين هي اسمها ماني. طيب دلوقتي تعالى نعرف ايه الفرق ما بين انكم اند ويلث. برضو الماني في نوعين، في انكم، الانكم ده الفلو اوف ايرنينجز، يعني انت الفلوس اللي بتدخل لك كل شهر اسمها انكم، شبه المية كده، شبه حنفية المية، انك دلوقتي كل شهر في بورشن معينة بتنزل في حسابك. كل شهر انت بتاخد مثلا 5000 جنيه، كل شهر بتاخد كذا، كل شهر بتاخد مرتب، ده اسمه انكم. تمام، الحاجه الثانيه ويلث هي الثروه. الثروه يعني في الاخر ده capital accumulation، this is a total collection of pieces of property. يعني انت يعني ايه؟ يعني ثروتك من
انك عندك فلوس في البنك، انك اخدت ورث، انك عندك اراضي، انك عندك عقارات، انك عندك اسهم، كل دي اسمها ويلث. يبقى كده الويلث يعني من الحاجات اللي في الامتحان دايما بتيجي هو الفرق ما بين ويلث وانكم. دايما بيقول لك ان ويلث هي ستوك، حاجه ثابته ما بتتغير، هي حاجه موجوده في البنك. يعني انا ممكن اروح دلوقتي اسال واحد مليونير واقول له مثلا انت ثروتك كام دلوقتي في البنك، فهيفتح الابلكيشن بتاعه وهيشوف دلوقتي ان ثروتي هي كذا، ده ستوك. اوكي، انما انكم هو فلو. فلو بمعنى ايه؟ ان كل شهر بيدخل لي دخل جديد، كل شهر بيدخل لي مثلا مرتب جديد، ده اسمه انكم، فده مهم. طيب ندخل على الجزئيه اللي بعدها، فانكشن اوف ماني، او في الاخر الفلوس بتعمل ايه. يعني ايه الحاجه اللي انت ممكن تقول انا موافق ان انا استخدم الحاجه دي، او ليه الفلوس مهمه بالنسبه، يعني بغض النظر يعني ايثيكلي مش مهمه، بس الفكره كلها اللي اقصده ليه مهمه بالنسبه للايكونومكس. طيب بالنسبه لاول حاجه، ميديوم اوف اكسشينج هي وسيله تبادل ما بين الناس، الناس تتبادل بيها السلع. يعني دلوقتي يعني ايه، هنتكلم على ده دلوقتي. حاجه ثانيه هي يونت اوف اكاونت، يعني انا اقدر اقيس بيها حاجه، يقدر اقول التيشيرت ده ب 500 جنيه والموبايل ده ب 10000 جنيه، اقدر اقيم بالفلوس. الحاجه الثالثه هي ستور اوف فاليو، ستور اوف فاليو انها بتخزن قيمتها، الفلوس ما بيحصلها ما بيحصلهاش اكسبايريشن. بمعنى ايه؟ يعني مثلا تخيل لو احنا كنا بندفع مثلا مصاريف الجامعه بالطماطم، بتروح تقف كده في قدام الخزنه وبتدفع، وجايب طماطم كتير جدا واقف مستني الخزنه، والطماطم دي ممكن تبوظ، يعني الطماطم دي ممكن تبقى واقف مستني الطابور او اي حاجه. فالبرودكتس نفسها الاجريكالتشر برودكتس ممكن تبقى بيحصل لها مشكله، انما الفلوس يعني انت لو معاك جنيه هيفضل جنيه، يعني يفضل جنيه طول العمر، صحيح قيمته بتقل بس قصدي الماتيريال بتاعه الجنيه نفسها ما بيحصلهاش حاجه. طيب تعال ناخدهم واحد يعني حاجه حاجه. ميديوم اوف اكسشينج، ميديوم اوف اكسشينج بشكل عام انا عايز اعمل اكسشينج، عايز اعمل تبادل بين السلع. انا بستخدم الفلوس عشان حاجتين، علشان اقدر بالفلوس اقدر اعمل اكسشينج ما بين سلع. ليه علشان ده؟ عشان الفلوس هي حاجه اقدر اقسمها، يعني اقدر اقول مثلا في الاخر انا هاخد نص كيلو كذا، هاخد ربع كيلو كذا، هاخد 5 كيلو كذا، وهدفع لك مثلا 75 جنيه. انما في حاله مثلا الطماطم او لو عندك برودكت ده كان لازم ساعات ما اقدرش اقسمه، يعني ما اقدرش اقول لك مثلا هدفع لك ربع تفاحه، ده مش منطقي. فالفلوس بشكل عام هي حاجه بتنفذ الهدف اللي هي ميديوم اوف اكسشينج. طيب ده هدفه ايه؟ ده يرجعنا لفكره كان لازم نتكلم فيها عن البارتر سيستم. بارتر سيستم اللي هو نظام المقايضه. نظام المقايضه بمعنى ايه؟ بمعنى انك لازم زمان قبل الفلوس كان احنا الاثنين بنبدل سلعه، انت بتيجي تقول لي مثلا انا عايز اشتري اللابتوب ده، فاقول لك اوكي هاخد منك ساعه وتديني اللابتوب. هي دي كانت نظام المقايضه، بقايضك على سلعه قصاد سلعه، ما كانش في حاجه في النص. طيب ما هو في مشكله ان ممكن يبقى في الاخر انت مش محتاج ده. يعني مثلا سي ان انا لو انا دكتور وببيع مثلا السماعه بتاعتي لواحد هو مش محتاجها، يعني هو لو ليه بيبيع لي السماعه؟ يعني في الاخر مش محتاج السماعه، انا مثلا مهندس مدني فانا مش محتاج السماعه في اي حاجه، فبالتالي السلعه مش مهمه. الفلوس هي اللي قدرت تعمل ريديوسنج للترانزاكشن كوست، يعني بدل انا كنت هقعد ادور مين يا رب ممكن يكون محتاج السماعه في مصر كلها، لا الفلوس في الاخر قالت لا في حاجه في النص، ثمن السماعه هو كذا، فبالتالي هيحصل اكسشينج بسهوله مع اي حد. اوكي، فده يبقى اول جزء في الميديوم اوف اكسشينج. الحاجه الثانيه، الحاجه اللي بعد كده الثانيه اللي هو على بروموت سبيشاليزيشن. بروموت سبيشاليزيشن بمعنى عام ان انا دلوقتي انا مش مضطر ان انا اقول لك اوكي انت دكتور مثلا بشري، فانت مضطر انك تقعد تسيب شغلك وتقعد تدور مين ممكن يشتري من البرودكت فلاني، انت ممكن تحوله بسهوله جدا لماني، and then people will use this money for other things. طيب فهنا بيتكلم ان medium of exchange، ان الفلوس بشكل عام هي زي ما كنت بقول لك هي divisible، يتقدر تقسمها، widely accepted، كلها الناس كلها موافقه عليها، تمام، easy to carry، ممكن يبقى معايا فلوس في جيبي وانا مفيش مشكله، عكس مثلا لو انا سي مثلا العمله بتاعتي هي البطاطس، فتخيل انا بشيل بطاطس كل يوم وانا ماشي، انما دلوقتي الفلوس في جيبك، even لو بقى credit card، دلوقتي credit card معاك فيها الفلوس بتاعتك وهي حاجة صغيرة جدا. طيب not quickly damaged، ما بتبص بسهولة زي ما كنت بقول لك، الفلوس ما بتتقطعش بسهولة او بشكل عام ما بتبص بسهولة عكس البرودكتس التانية.
الوظيفه الثانيه الماني هي يونت اوف اكاونت. يونت اوف اكاونت بمعنى ان انا هنا ان الفاليو اوف ماني انا اقدر اعمل ليبل. يعني ايه اقدر اعمل ليبل؟ يعني اقدر اقول ان البرودكت ده هو بكذا جنيه. اقدر اقول ان الفاليو اوف مثلا لابتوب ابل مثلا هي بكذا 1000 جنيه. ذا فاليو اوف موبايل مثلا فلان الفلاني بكذا 1000 جنيه. ذا فاليو اوف الكوبايه الشاي بكام جنيه and so on. This is what's called unit of account. فانا اقدر to measure the value of goods and services in terms of money. اقدر احول اي حاجه لفلوس. طيب الوظيفه الثالثه للفلوس هي store of value. store of value بمعنى انها بتخزن قيمتها. بتخزن قيمتها بمعنى ايه؟ بمعنى ان الفلوس نفسها كقيمه موجوده. يعني كقيمه انا يعني عكس السلع الثانيه. السلع الثانيه كان ممكن لو انا سبت الطماطم دي فتره ومحدش كان مهتم بيها هتبوظ، صح؟ انما الفلوس ما بتبوظ. however يعني money is not only a store of value like any asset whether money stocks bonds houses can be used as a store of value. يعني اي حاجه ينفع تتحول للفلوس بتخزن قيمتها. علشان كده هتلاقي دايما الناس بيعملوا ايه؟ بيعملوا investments وبيعملوا حاجات انهم يشتروا اراضي ويشتروا عقارات ويشتروا بشكل عام اسهم عشان في الاخر هي بتخزن قيمتها. ناس بتشتري ذهب مثلا عشان في الاخر تبيع وقت مثلا لما تكون محتاجه فلوس ساعتها. طيب but money is more liquid compared to other assets. في ايه هنا compared to other, but value اللي هيحصل هنا ان هل بقى الحقيقه ان money فعلا ما بيفقدش قيمته؟ الحقيقه لا. وطبعا دلوقتي انت اكيد عارف من last semester لما كنا بنتكلم عن inflation ان لا بالعكس money بيفقد قيمته مع الوقت، لان الفلوس مع الوقت والاسعار بتزيد الفلوس قيمتها بتقل. ده موضوع الاكزامبل اللي عملناه السنه اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن هايبر انفليشن. ان جيرماني فور انستنس، جيرماني وقت الحرب او وقت بشكل عام وقت الحرب العالميه الثانيه كان كوبايه القهوه في المانيا كانت بتتغير سعرها كل نص ساعه. يعني كل نص ساعه الويتر كده بيقف ويقول كوبايه القهوه مثلا ب 4 يورو، كوبايه القهوه 4 يورو ونص، كوبايه القهوه ب 5 يورو، كوبايه وان سو اون. فذاتس واي لو انت في جيبك كان معاك 2 يورو فكل وقت بيعدي عليك الفلوس بتفقد قيمتها. فthis is what's called store of value. طيب evolution of payment system زي ما كنت بقول لك دي كده زي قصه حياه الفلوس او الفلوس بدات ازاي. زي ما اتفقنا اول مرحله هي البارتر سيستم اللي هو في الاخر كان في عندي كوموديتي ماني، ان الفلوس كان عباره عن جولد اند سيرفيسز. يعني هو الاحجار النفيسه او الجولد بشكل عام، الذهب او الفضه او اي حاجه من الحاجات دي لانها قيمه ونادره، فبالتالي الناس كانت بتستخدمها ك كوموديتي ماني. ان الماني هو عباره عن سلعه. اوكي بعد شويه الناس اكتشفت ان في مشاكل كبيره جدا في وجود كوموديتي ماني، فبالتالي بداوا يتحركوا لحاجه اسمها البيبر اسيتس. بيبر اسيتس معنى ان انا هقول لك اوكي انا هاخد منك الحاجه الفلانيه بس مفيش فلوس، هدي لك مقابل ده ورق. تمام بيبر اسيتس ده بيضمن لك حقك انك تقدر تبادل الورق ده مع حد تاني and so on. اوكي and then بقى عندنا حاجه اسمها فيات ماني. فيات ماني اللي هي الفلوس اللي معاك دلوقتي. فيات ماني اللي هي الكاش، الفلوس اللي معاك في جيبك بقى عليها صوره، بقى في جهه معينه اسمها سنترال بانك هي الجهه الوحيده اللي بتطبع فلوس، وده بقى اسمه فيات ماني. الحاجه اللي بعد كده لما بدانا نشوف ان انا ما ينفعش مثلا لو انت معاك 100000 جنيه مش منطقي ابدا انك كل يوم وانت رايح الشغل خايف على 100000 جنيه تسرقه فانت ماشي بيهم كده في الشارع، ده مش امان، فممكن تتسرق بسهوله جدا. فعلشان كده بدا يظهر فورمز اسهل كتير جدا في التعامل من الفيات ماني. فبدا يظهر عندنا التشيكس، الشيكات. انت في الاخر ممكن يكون حسابك في البنك مليون جنيه وانت معاك دفتر شيكات. ده انستراكشن انك بتقول مثلا دلوقتي زي ان زي مثلا محمد او احمد او فلان الفلاني عايز، انا بقول للبنك لو سمحت ادفع فلوس لفلان. انا ممكن اقول لك اوكي هشتري منك اللابتوب ده ب 20000 جنيه اوكي، بس انت هتاخد شيك، الشيك ده هتروح بيه بنك سي اي بي، سي اي بي هيدي لك فلوسك كلها. ده اسمه التشيك. طيب بعد كده ظهر عندنا حاجه اسمها الكترونيك بايمنت. دي مرحله بعد الشيكات. الكترونيك بايمنت ودي موجوده طبعا في مصر دلوقتي، ان اي حاجه في مصر تقدر تدفعها اونلاين، او تقدر يعني انت مش مضطر انك تروح فرع فودافون عشان تدفع الفاتوره، مش مضطر انك تروح الجامعه علشان تدفع مصاريف الجامعه، تقدر تدفعهم من فوري. فانت مش محتاج انك تروح تقف في الطابور وتقف في الصف ولا اي حاجه، تدفعها بسهوله جدا. ف this is what's called
electronic payment. طيب بعد كده اتكلمنا عن e-money. e-money ده نوعين, او electronic money. electronic money اللي هو الديبت كارد والكريدت كارد. ديبت كارد وكريدت كارد فرق ما بينهم, او انت بتشوفهم طول الوقت دايما اي بنك في الدنيا. لما انت بيكون عندك حساب في البنك تروح بالبطاقه بتاعتك, وبطاقتك بتقدر تفتح حساب في البنك. لما تفتح حساب في البنك, البنك بيطلع لك حاجه اسمها ديبت كارد. ديبت كارد البنك بيقول لك اتفضل ده كارد, تقدر في اي وقت تسحب فلوس من حسابك اللي عندنا. حسابك فيه 10,000 جنيه, انت ممكن تروح في اي وقت تسحب 2000 جنيه, تسحب 1000 جنيه and so on. طيب فthis is what's called debit card. طيب it's totally different than credit card. credit card بنتكلم عن انها حاجة تانية. credit card معنى ايه؟ معنى ان حسابك دلوقتي ما فيهوش 10,000 جنيه, بس البنك بيقولك انك شغال في مكان معين, وانك في المكان ده انت already شغال مثلا في الجامعة, شغال مثلا في مهندس, شغال في حتة معينة. فالبنك بيقولك انا ضامن ان انا هعرف في الاخر عليك, فبيقولك اوكي خد الفلوس اللي معاك, خد كارد كده. لو انت يعني قاعد في مكان ما فيش ولا مليم معاك, تقدر تروح وتدفع بالكريدت كارد, كأنه دين من البنك عليك. انت لازم تدفع الدين ده بعد فترة معينة, ولو انت اتأخرت في الدفع طبعا البنك بيدفعك فوائد and so on. This is what's called debit card and credit card. فأتمنى كده يبقى الفرق ما بينهم واضح. يبقى الديبت كارد ده بياخد من حسابك انت اللي هو موجود عنده, لما حسابك هيخلص هيبقى زيرو. انما الكريدت كارد انت تسحب على المكشوف, انت تسحب ومفيش اي حاجه موجوده في الحساب بتاعك. طيب بالنسبه لل ستورد فاليو كار او سمارت كار, ده الحاجات اللي احنا كلنا بنعملها دلوقتي. ان دلوقتي الكاردز نفسها مش بس ديبت اند كريدت, ده كل حاجه بقى دلوقتي ستورد فاليو كار. يعني التموين مثلا دلوقتي ليه كارد, البنزين دلوقتي العربية ليه كارد, اي حاجة انت عايز تدفعها ليها كارد, زي ميزة وزي الحاجات اللي موجودة دلوقتي. بقى اي حاجة تقدر تدفعها بكاردز, حتى ايفن في مصر بقى العيش تقدر تجيبه بكاردز. فده ستورد فاليو كارد. طيب اي كاش, الحاجات اي كاش ده اخر فيرجن بقى من اي ماني. اي كاش الحاجة اللي زي فودافون كاش وزي ويسترن يونيون وغيره. فودافون كاش انت مثلا لو انت في القاهرة ومثلا اخوك في اسكندرية, وانت دلوقتي في القاهرة فجأة لقيت انه مفيش فلوس معك, بمنتهى البساطة هتروح فرع اخوك هيروح فرع فودافون في اسكندرية ويروح يقول لهم اتفضلوا مثلا 1000 جنيه يتبعته مثلا لحسام, يتبعته مثلا خلال ثواني هتروح انت اي فرع فودافون تاني تاخد الفلوس دي. يبقى ده اسمه اي كاش, الكترونيك كاش. اوكي طيب لحد ما وصلنا لاخر فيرجن من الفيرجنز بتاعت ماني which is بيتكوين, ودي كانت ارقام السنة اللي فاتت. طبعا زي ما انت عارف البيتكوين دلوقتي سعره زاد جدا. يعني خلينا نقارن, يعني المحاضره دي كنت عاملها السنه اللي فاتت, خلينا نقارن ده بالسنه اللي فاتت مثلا. دلوقتي بيتكوين تقدر تشوف فيديوز عليه اونلاين او تشوف حاجات يوتيوب او غيره. بيتكوين دلوقتي هو المستقبل, هو اتس كاشلس, اتس فيرتشوال ماني. دي حاجه مش موجوده دلوقتي. تقدر تشوف الفيديو اللي انا ضايفه ده, تقدر تتابع معايا عن ايه بيتكوين. فبيتكوين هي عمله بتنتشر انتشار رهيب جدا, وهي عمله هتبقى هي يعني ذا فيوتشر اوف ماني. ده اللي هيبقى موجود, واكشلي في اماكن كتيره جدا رسميه بدات تعترف بالبيتكوين. فتقدر تشوف الفيديو عشان تعرف برضو اكتر عن البيتكوين. طبعا 1 بيتكوين دلوقتي وصل ل $40,000, يعني فده مبلغ خيالي. متخيل انك بيتكوين 1 بيتكوين دلوقتي معديه نص مليون جنيه, 1 بيس اوف بيتكوين. فتقدر تشوف فيديوز عليها. فده كده احنا عدينا, لو رجعنا يعني كده احنا كده خلصنا وات از ماني, وخلصنا what are the functions of money and what is the evolution of the journey of money. طيب finally تعالى نتكلم مع بعض عن آخر جزء اللي هو measuring money. measuring money, هل كل الفلوس ليها نفس level of liquidity؟ يعني طب يعني ايه liquidity؟ liquidity يعني سيولة. يعني ايه برضو سيولة؟ سيولة يعني انا اقدر في اي وقت احول الفلوس دي لكاش, لليكويد كاش, فلوس انا ماسكها بايديا. يعني مثلا الفلوس بتاعتك في البنك. اوكي تخيل لو انت ما عندكش كريدت كارد وليك فلوس في البنك بس, او ما عندكش ديبت كارد, انت كده مضطر. لو انت مثلا سي الساعه 2 بالليل وعايز تروح تجيب فلوس من البنك, انت كده مضطر تستنى لتاني يوم الصبح عشان تقدر تستنى البنك لما يفتح وتاخد فلوسك. هاويفر لو الفلوس معاك كاش في البيت, ده كاش خلاص دلوقتي تمام. فاحنا هنا في الجزء ده ميجرينج ماني, احنا بنرتب الفلوس اكوردنج تو ذا ليفل اوف ليكويديتي. ذس از فيري امبورتنت. طيب ف
عندنا الاسيتس او الفلوس اللي معاك متقسمه لنوعين، موست ليكويد اسيتس. موست ليكويد اكتر حاجه سهله جدا انك تقدر تحولها لكاش، تمام؟ والجزء الثاني ليس ليكويد اسيتس، الحاجات الاقل شويه في الليكويديتي. طيب فيبقى ده الماني هي عباره عن ام 1 وام 2. مين ام 1؟ موست ليكويد اسيتس. مين ام 2؟ ليس ليكويد اسيتس. اوكي طيب تعال نشوف كل واحده فيهم ليها معادله. تعال نفهم المعادله زي ما متعودين مع بعض. ان دلوقتي M1 الحاجات، يعني انا لو انا بسالك سؤال، لو تقدر ترتب لي الحاجات الليكويد من الاعلى للاقل، يعني بمعنى الحاجه الموست ليكويد للحاجه الليس ليكويد، موست ليكويد او ام 1 اول حاجه الكاش. الكاش دي اكتر حاجه ليكويد انت بتشوفها وتقدر ماسكها بايديك، دي بتاعتك يعني فلوس ايديك. الحاجه الثانيه التشيكس، الشيكات. الشيكات تعتبر زي ما انت درست في كوميرشال لو، انت الشيكات هي نفس الفكره، نفس الفكره بالظبط. انت الشيكات هي حاجه انت تقدر في اي وقت، انا لما بقول لك تفضل شيك، الشيك ده لو انت رحت البنك وما لقيتش ليا رصيد تقدر تسجني، فالشيك ده يعامل معامله الكاش، فبالتالي هو ذا سكند موست ليكويد اسيت. الحاجه الثانيه ديماند ديبوزيتس، الفلوس اللي انا عاملها في البنك. يعني هل البنك دلوقتي ينفع لو انا اروح انا مثلا ليا فلوس في البنك الاهلي مثلا والسالري او البنك مثلا فيه 10,000 جنيه ده حسابي، هل ينفع اروح اقول للموظف الصبح لو سمحت انا عايز فلوسي فيقول لي لا والله احنا يعني خلاص ما مش موجود النهارده عدى انا بكره؟ لا مفيش الكلام ده. يعني انت دايما demand deposits، انت لازم يعني you are depositing the money on demand، بمعنى انك لما تروح البنك في اي وقت هتاخد فلوسك في اي وقت، هتاخد فلوسك بالATM اللي بره في اي وقت، او بتاخد فلوسك من الفرع من جوه في اي وقت. ف this is the third liquid form of money. And then other checkable deposits، لو انت عندك اي checkable deposits تاني، مثلا عامل وديعة، عامل حاجة معينة البنك بيوعدك يقولك في الاخر انك ليك فلوس في اي وقت تقدر تيجي تاخدها، فده برضو مهم. فده كده اسمه M1. يبقى M1 عبارة عن cash, checks, demand deposits and other checkable deposits. طيب تعالى نروح ل M2. M2 بمعنى ايه؟ M2 ده less liquid. less liquid cash هو عبارة عن time deposits. time deposits اللي هي الودايع، يعني انا بقول للبنك مثلا انا معايا مثلا 100,000 جنيه هحطهم في البنك كوديعة. وديعة بمعنى ايه؟ خليهم عندك لمدة سنة، وانا خلال السنة لا يحق لي ان انا اطلبهم منك، بس بعد سنة هاخدهم بالفوائد بتاعتهم. 100,000 جنيه هاخدهم مثلا 120. اوكي؟ فthis is what's called demand deposits. طيب الحاجة التانية، يبقى انا كده time deposits، انا ما اقدرش time deposits ان انا اقول له يا بنك انا محتاج اخد الفلوس قبل الوقت، يقول لي لا ما تقدرش تعمل كده. فعشان كده انا انت عندك فلوس موجودة فعلا، انت معاك فعلا 100,000 جنيه بس ما تقدرش تاخدهم دلوقتي، فعشان كده هم less liquid. طيب الحاجة التانية saving deposits. saving deposits هي برضو نفس الفكرة، الحاجات اللي هي بتبقى الشهادات زي شهادات قناة السويس وغيره. فالشهادات انت بتروح البنك تقول انا عايز اعمل شهادة. يعني ايه اعمل شهادة؟ ان انا مثلا عايز احوش فلوس لولادي في المستقبل، فبقول له اتفضل حضرتك ده مثلا 1,000,000 جنيه انا عايز اسيبهم عندك لمدة 10 سنين، وبعد 10 سنين لما اولادي يكبروا يبقى عندهم شهادة او عندهم في الاخر فلوس. طول ما خلال الفتره اللي احنا متفقين عليها this money is not liquid at all. طيب فده بالنسبه للسيفنج ديبوزيتس. النوع الثالث من الحاجات الليس ليكويد هي ماني ماركت. ماني ماركت او الشيرز بشكل عام، الاسهم، وده هنتكلم عليه برضو قدام. الاسهم والميوتشوال فاندز دول نوعين من انواع الماني، الاسهم والمستندات هنتكلم عليهم بالتفصيل في شابتر 9. فيبقى انا كده هنا انا عايز منك ايه؟ انك تبقى عارف ميجرنج ماني، انك هاو تو ميجر ماني. عندي M1 and M2. Perfect. So this is for chapter 1 أو chapter 3 about money. انت ايه اللي هتعمله؟ انت حضرتك هتيجي الاول هتذاكر. فاكر لما كنا بنتكلم عن mind maps، لما كنا كل سنة بقول لك mind maps. mind maps معنى انك هتلخص كل اللي احنا هتذاكر السلايدز اللي احنا عملناها، وهتلخص الموضوع في ورقة واحدة، هتبدأ تعمل mind map. This is how your mind works. يعني دماغك بتشتغل كده، يعني السيلز الموجوده جوه دماغك هي بتشتغل بنفس الطريقه. فده موضوع المايند مابس. هتعمل مايند ماب زي ما اتفقنا في ورقه واحده بتتكلم عن الشابتر، وهتبدا تروح فين؟ هتروح لكويزلت هنا وتبدا تحل على الشابتر نفسه، تكتب هنا ماني اند بانكينج وتبدا تحل على الشابتر نفسه. طيب هتعمل ايه بعد كده؟ هتفتح التست بانك اللي موجود معاك دلوقتي او موجود دلوقتي معاك،
وهتبدا تاخد شابتر اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو شابتر 3 بيتكلم عن ماني، وتبدا ده السؤال وده الاجابه، ده السؤال وده الاجابه. ودايما يعني دايما وانت بتجاوب جاوب وانت فاهم، ما تجاوبش وانت حافظ، انت خلاص فاهم الكونسبت تقدر تجاوبه بسهوله جدا. وطبعا في الاخر بعد ما تجاوب الموضوع ده مره جاوبه تاني لوحدك وبتايم، يعني تعمل تايم يعني تقول مثلا انا جاوبت 80 سؤال في نص ساعه، جاوبت مثلا 100 سؤال في ساعه and so on. فالتست بانك مهم جدا 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 انك لازم تحله كويس قوي قوي قبل الامتحان. طيب ده بالنسبه لشابتر 3، تعال ندخل بقى في شابتر 2. طيب كده شابتر 3 تمام. طيب شابتر 2 بيتكلم عن موضوع الفاينانشال ماركت بشكل عام، او بيتكلم عن فكره الفاينانشال سيستم. بيتكلم اوكي انت في اول شابتر، طبعا عشان كده المنهج بادئ من 3 2، اول شابتر انت كنت بتكلمني عن ايه ماني، يعني ايه ذا ديفينيشن اوف ماني اند سو اون. في الشابتر ده انت هنا، لا انت هنا هنتكلم بقى عن الفاينانشال سيستم نفسه، الجزء اللي انا كنت بكلمك عليه اللي هو الاسهم والمستندات وغيره. طيب ده كده احنا خلاص عديناه، ده في الجزء ده برضه انت مش محتاج انك تعرفه دلوقتي، بس انا السنه اللي فاتت كنت بعلم زمايلك السنه اللي فاتت ازاي يقروا البورصه ويعني ايه بورصه، وازاي يقروا البورد بتاعت البورصه، وازاي يعني بشكل عام يحلل حاجات شويه في البورصه او يبقى عارف عن الموضوع، لان يعني كان هدف الماضي نفسه او هدف اللكتشرز بتاعتي نفسها انك بعد من اخر ليفل تبقى انت عارف كل حاجه عن الماركت. وده كنا بنشوف مع بعض ازاي تقرا الاسهم وغيره. طيب تعالى كده ناخد برضه هليكوبتر فيو على الشابتر ده. شابتر 2 بيتكلم عن اربع حاجات، اوكي؟ اربع حاجات هنتكلم فيهم وهناقش كلامهم. اولا هنتكلم عن مين هم دلوقتي. خليني اقول لك ان لما كنا بنتكلم في ايكونومكس في لاست يير، يعني كنا بنتكلم عن مايكرو ايكونومكس وماكرو ايكونومكس، الكونسيومرز والبروديوسرز كانوا بيتقابلوا في النص. فاكر النقطه اللي كانوا بيتقابلوا فيها في النص كان اسمها ايه؟ كان اسمها ماركت ايكوليبريم. ماركت ايكوليبريم هي النقطه اللي كانوا بيتقابلوا فيها في النص، وكانوا بيتفقوا فيها على البرايس بي ستار كيو ستار. ف that's why this is what's called market equilibrium. طب هنا في قطاع البنوك، لو بتكلم عن البنوك، ايه هو البرودكت اللي البنك بيشتغل فيه؟ يعني هل البنك بيبيع اكل، بيبيع سيرفيسز؟ ابدا، البنك بيشتغل في الفلوس. يعني ذا ماني اللي البنك شغال فيها هو عباره عن ماني، ده البرودكت بتاع البنك. فالبرودكت بتاع البنك ده هو البنك عايز يقدم السيرفيس. هنتكلم على ده، مين هم النيو بلايرز اللي موجودين في الماركت، مين هم حاجه اسمها فاينانشال سكيورتيز، السكيورتي اللي موجوده او السكيورتيز اللي موجوده في الماركت، ايه الادوات اللي موجوده، يعني اسهم وسندات بشكل عام. وهنتكلم عن الفاينانشال انترميديز بشكل عام، من البنك ازاي بيبقى وسيط ما بين اثنين، هنتكلم على ده. وهنتكلم عن الفاينانشال ماركت والبورصه. وفاينلي هنتكلم عن ريجوليشنز، ازاي انت كايكونومست تبقى عارف ايه القواعد والقوانين اللي بتحكم قطاع البنوك. طيب هو ار ذا نيو بلايرز في اللعبه اللي احنا فيها دلوقتي. خليني اقول لك مثال يوضح لك الموضوع، ان ما بين خلينا نقول ان في مثال ما بين ثلاث اشخاص او شخصين، في عندي حد اسمه احمد وعندي حد تاني اسمها كارمن، تمام؟ احمد هو البورور، احمد هو الشخص اللي هو حد عنده ايديا، عنده فكره عظيمه جدا انه عايز يعمل مثلا اول مكان بيعمل سوشي مثلا في مكان معين في اسماعيليه، اوكي؟ فاحمد هي عنده ايديا بس ما عندوش فلوس، يبقى احمد هو عنده ايديا بس هي نيدز ماني. طيب على الناحيه الثانيه عندنا كارمن مثلا، سي انها راجعه من الخليج ومعاها فلوس كتير جدا، بس هي شي نيدز انها ما تعملش اي حاجه وتلاقي باك كده وما تعملش اي حاجه دلوقتي، بس محتاجه تحرك الفلوس. فهي عندها ماني بس هي مش محتاجه انها تعمل ده، محتاجه بس انها تقعد في البيت وتاخد ارباح من الفلوس. The point is احمد as a borrower وكارمن as a lender هما ما يعرفوش بعض، هما ما يعرفوش بعض تماما. The financial system او البنوك بشكل عام، the financial system هو بيعمل matching ما بين احمد وكارمن. يعني هما في الاخر هيعرفوا بعض عن طريق سي اي بي. بمعنى ايه؟ ان دلوقتي احمد هيروح لسي اي بي اقول لهم والله انا عندي فكره اعمل مشروع سوشي، اوكي؟ وانا عندي دراسه جدوى، يعني انا شايف ان الموضوع المشروع ده ليه جدوى او ليه اهميه، وشايف انه هيبدا يكسب، فبالتالي عايز اعمل ده. طب حضرتك الموضوع ده يتكلف كام؟ يتكلف 100,000 جنيه، اوكي؟ على الناحيه الثانيه عندي كارمن. كارمن هي
هتروح البنك تقول له والله حضرتك انا معايا 100,000 جنيه وعايز او عايزه استثمر ال 100,000 جنيه او احطهم عندك في البنك واخد ارباح عليه. اوكي، البنك كده بالنسبه للموضوع هو وسيط في النص ما بين الاثنين. طيب بالنسبه لاحمد، بالنسبه لاحمد هو احمد كسبان ايه؟ كسبان البنك هيوفر عليه السنين اللي هياخدها علشان يحوش فيها الفلوس. فالبنك هيقول له اتفضل تاخد 100,000 جنيه وهترجعهم كام؟ بنسبه. This is the cost of money. This is the price of money. البنك ما بيسلفش حد اللي له الوطن. فبالتالي البنك بيقول له اتفضل 100,000 جنيه بس هترجعهم ليا تاني بنسبه 10%. يعني هترجع الفلوس كام؟ 110. طب اتفقنا؟ هايل جدا. على الناحيه الثانيه لما كارمن هتروح البنك، البنك يقول لها كارمن حضرتك محتاجه ايه؟ هتقول لها محتاجه اودع الفلوس عندك، اعمل ديبوزيتس. فالبنك يقول لها اتفضلي. طيب الفلوس اللي انت عايزه تعمليها ديبوزيتس او تعمل ديبوزيت الفلوس، هاخد منك الفلوس. هتقول له طب اوكي انا مستفيده ايه برضو؟ انا ما بسلفكش لله والوطن. فبالتالي البنك يقول لها اوكي هرجع لك الفلوس كمان سنه، هرجعهم لك ب5%، يعني هرجع لك الفلوس 105. هي كده مستفيده والبنك مستفيد واحمد مستفيد. اوكي بنجو. طيب فيبقى بالتالي ده وظيفه البنك بشكل عام، ده هم البلايرز. يبقى هم دلوقتي البرودكت هو الماني، ذا برايس اوف ماني، واتس كولد انترست ريت، هي سعر الفايده. فالبنك بيعمل ايه؟ البنك بيقول لاحمد انا هاخد منك او هترجع لي فلوس 110 وهو هيرجعها لكارمن 105، البنك هيرجعها لكارمن تاني. فبالتالي في 5000 جنيه في النص. ال 5000 جنيه هو ده ذا بروفيت اوف ذا بانك، ده اللي البنك بيكسبه. فده كده هدف الموضوع. طيب طيب اتفقنا مع بعض ان الفاينانشال ماركت هو بيعمل تشانلنج للفند او بيعمل ترانسفيرنج او موفينج للفندز فروم ايكونوميك بلايرز اللي عندهم سيربلس، اللي عندهم فائض في الفلوس، للناس اللي عندهم شورتج في الفلوس، وطبعا بياخد مكسب على كده. طيب هنا بيقول لك هنا ان برضو الموضوع بيبروموت ايكونوميك افشنسي، وان ده فكره الالوكيشن اوف كابيتال. يعني بالنسبه لاحمد هو كده بالنسبه له هيروح يعمل المشروع بتاعه مش مضطر يستنى سنين. بالنسبة لكارمن الفلوس بتاعتها بتزيد، وبالنسبة للبنك البنك بيعمل مكسب. ف this is what's called the financial market. طيب ف this is what directly improve the well-being of consumers and allowing them to time purchases better. يعني كده احمد بالنسبة له وفر وقت وكان هيبقى مبسوط اكتر لما ياخد الفلوس ويعمل مشروعه ويكسب، ومن الارباح بتاعته هيرجع فلوس البنك. طيب ف this is ده اللي احنا اتفقنا عليه مع بعض، ان انا عندي السيفر والبورور هنا. يعني دلوقتي كارمن راحت البنك او دعت 100,000 جنيه زي ما انت شايف في السهم هنا. البنك از فاينانشال ماركت او فاينانشال انترميديري وسيط في النص ما بينهم، هياخد ال 100,000 جنيه ويروح يسلمهم لمين؟ لاحمد. وبعد سنه احمد هيرجع الفلوس فين؟ للبنك 110. فالتالي البنك هيرجع الفلوس لكارمن كام؟ 105. فده البنك هيكسب 5,000 جنيه. فذيس از واتس كولد فاينانشال ماركت. طيب يبقى احنا كده عرفنا مين هم نيو بلايرز وعرفنا عن ايه فاينانشال ماركت. تعالى نعرف يعني ايه فاينانشال سكيورتي. سكيورتيز بشكل عام يعني ايه فاينانشال سكيورتيز؟ اللي هي الاوراق الماليه، يعني اللي انت درستها برضو في كوميرشال لو. اوراق الماليه بشكل عام او الموضوع كله على فكره انك انا ايه التولز اللي موجوده عندي. يعني احمد وكارمن لو ما اتكلموش اتقابلوا في البنك كانوا ممكن يتقابلوا فين تاني؟ دي حاجه مهمه. يعني دلوقتي حاجه من ثلاثه، يا اما هم يعرفوا بعض بشكل شخصي فبالتالي هيروحوا لها اوكي، يعني هتقول له ان انا trust you I believe in you I believe انك هترجع لي فلوس تاني، فبالتالي تفضل الفلوس وكمان سنه هيرجعها لها. اوكي الاوبشن الثاني انهم يتقابلوا في البنك والبنك يبقى وسيط ما بين الاثنين. طيب الاوبشن الثالث هو الفاينانشال سكيورتيز. فاينانشال سكيورتيز بشكل عام هي الاوراق الماليه. الاوراق الماليه هي حاجات شبه البورصه، يعني في الاخر ان هو سوق. فاينانشال ماركت هو سوق بيتقابل فيه السيفرز والبورورز عشان يعملوا انفستمنت او يعملوا اكسشينج للماني. بمعنى ايه؟ ده كونتراكت ما بين البورور واللندر. يعني يعني برضو انا دلوقتي نجيب سويرس عايز يعمل مشروع، المشروع ده عايز يعمل مثلا مهرجان الجونه السينمائي، ده مشروع عنده كويس. نجيب او عايز يعمل شركه معينه، الشركه اللي هو عايز يعملها هو مش عايز، هو ما عندوش مثلا ما عندوش فلوس كفايه انه يعمل الشركه، فيبدا يقول ايه؟ والله انا هعمل اسهم. يعني ايه اسهم؟ يعني انا هقول للناس والله الشركه دي تتكلف مليون جنيه. اوكي فانا اقول ان كل واحد فيكم هيبقى ليه سهم في الشركه، يعني هيبقى مساهم في الشركه، هيبقى شريك في الشركه وهيشتغل معايا، هيبقى ياخد من الارباح بتاعه الشركه. فده از واتس كولد شيرز او ده او ايكويتي زي ما هنتكلم دلوقتي. فده انا كده انا نجيب انا كنجيب سويرس مستفيد جدا،
وانت وانت ككارمن كمان مستفيده جدا، انك كده الفلوس بتاعتك بتكبر، لانك واثقه ان الشخص ده ناجح، فالشخص ده هيكسب، فكل ما يكسب اكتر انت بتاخدي ارباح اكتر. وانت شغل. طيب بالنسبه للجزء اللي بعد كده هنتكلم عن تو تايبس اوف سكيورتيز. يعني اتفقنا يعني ايه سكيورتيز؟ سكيورتيز يعني الاوراق الماليه. الاوراق الماليه في نوعين، في اسهم وفي سندات. تعال نتكلم عن النوع الاول اسمه سندات. ديت سكيورتيز، ديت سكيورتيز ده دين. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو انا جيت في كلاس بتاعك انت مثلا، جيت دلوقتي مثلا سيدنا عندنا حد اسمه يوسف. يوسف دلوقتي لما يجي في كلاس هيقول لي يا جماعه انا عايز اعمل مشروع، ايه رايكم بعد الجامعه نعمل مشروع؟ مثلا نعمل اي حاجه، نعمل مثلا مكان بيبيع اكل. اوكي، المكان ده هيكلف 100,000 جنيه والكلاس فيه 1000 واحد. تمام. طيب فيبدا يوسف يقول ايه؟ يقول يروح لاول واحد مثلا، يروح لمحمد صاحبه يقول له في الاخر انا عايز استلف منك. فيقول له لا والله ما مسلفش. فيقول له طب بص اقول لك على حاجه، هنعمل حاجه اسمها ديت سكيورتي، او في الاخر انت هتبقى انا هشتغل في هاخد منك الفلوس وهرجعها لك بمبلغ ثابت زيك زي البنك، بس البنك مش موجود دلوقتي، وبالتالي ده بيوفر العموله اللي في النص. فديت سكيورتيز هو بروميسز، او هي وود بروميس هيم تو باي باك ذا ماني، بس ويز ايه؟ ويز انترست ريت according to pre-arranged schedule. يعني انت دلوقتي هتقول ان انا في اتفاق معين هترجع لي فلوس كمان سنه بفائده كذا. اوكي، فذيس واتس كولد ديت سكيورتيز. يبقى انا كده الفرق هنا في السندات، الشركات بتعمل نفس الكلام. الشركات تقول مثلا انا هيروح اشتري اسهم في شركه فودافون. اوكي، انا بروح اقول لفودافون اتفضلوا مثلا 100,000 جنيه انا عايز اخدهم كمان سنه 110. كسبتوا خسرتوا، كسبتوا مليار جنيه، الف مبروك الله يبارك لكم، خسرتوا كل الفلوس اللي معاكم وانا هاخد برده ال 110 اللي انا بتفق عليهم. ده ديت سكيورتيز. طيب الجزء الثاني على ايكويتي سكيورتيز، ده بقى اللي بقول لك عليه، اللي هو لا انا هدخل معاك كمساهم وهساهم معاك في المكسب والخساره. يعني to make the owner also the يعني to make the borrower also the owner of the firm. يعني انا بقول لك انت معايا، يعني مثلا في المثال بتاع يوسف ومحمد بيقول والله يوسف انا كسبت 100,000 جنيه هتاخد نسبه، خسرت 100,000 جنيه هتاخد برده، انت معايا في المكسب والخساره. فده برده ريليتد بالبرفورمانس بتاع الشركه. فيبقى احنا كده، ودي مقارنه مهمه جدا جدا فور ذا فاينل اكزام، فدايما في اسئله ام اس كيو بيتسال عليها كتير جدا. طيب يبقى ايه الفرق ما بين الاثنين، ما بين الاسهم والسندات؟ الاسهم اللي هي اسمها ايكويتي سكيورتيز، والسندات اللي اسمها ديت سكيورتيز. هو الفرق اللي هنتكلم عليه دلوقتي. اولا الفرق في الماتوريتي، يعني انت برضو كده اعتقد انك واصلك التو اكزامبلز او تو كونسبتس عن الفرق ما بين الاثنين. في الديت انا معاك في المكسب، انا معاك في ان انا هاخد فلوسي بس، ماليش علاقه بقى انت كسبت خسرت، انا هاخد منك نسبه ثابته. اوكي، انما في الاكويتي لا، انا معاك في المكسب والخساره. فده فرق برضه. طيب اول حاجه او اول فرق ما بينهم في فكره الماتيوريتي. يعني ايه ماتيوريتي؟ ماتيوريتي يعني تاريخ الاستحقاق. يعني ايه تاريخ الاستحقاق؟ يعني الوقت اللي انا بقول لك فيه ارجع لك فيه الفلوس تاني. يعني length of time until the borrowed funds are repaid. هقول لك في الاخر هرجع لك فلوسك كمان قد ايه. بالنسبه للديت، الحاجه اللي انا بقول لك هرجع لك فلوسك كسند، هرجعها لك في تاريخ معين، بقول لك هاخد منك 100,000 جنيه هرجعها لك 110 يوم 3 10 ديسمبر 2021. That's it. اوكي؟ طيب بالنسبه للايكويتي لا خالص، الموضوع مختلف. يعني owners may seek to liquidate at any time. يعني هنا يقصد ايه؟ هنا بيتكلم عن فكره الماتيوريتي بشكل عام، ان انا بقول لك انت معايا في المكسب والخساره. افرض خسرنا وفلسنا، كويس خلاص احنا فلسنا، يعني في الاخر مش من حقك تقول لي في الاخر رجع لي فلوس في وقت معين. طيب الجزء الثاني periodic payment. البيمنت periodic payment الفلوس او الارباح بتيجي كل قد ايه. طيب بالنسبه للديت، الارباح بتيجي في تاريخ ثابت، انت بتقول لي كل سنه في شهر ديسمبر هتدفع لي 10,000 جنيه، او مش ارباح طبعا، دي dividends او بنسميها التوزيعات، او بنسميها يعني في الاخر الانترست اللي انت هتاخد ده الانترست ريت. بقول لك في الاخر هرجع لك الفلوس او الانترست بتاعتك في تاريخ معين. ذاتس ات. اوكي، انما في الايكويتي انت برضو انت صاحب شركه، انت صاحب مكان، فانا ممكن ادفع لك الديفيدندز اسمها التوزيعات، ممكن ادفعها لك في سنه وسنه لا، ممكن ادفع لك كتير جدا، ممكن ادفع لك قليل جدا، ممكن ادفع لك في شورت تايم، ممكن ادفع لك في لونج تايم، حسب مصلحه الشركه. طيب
بالنسبه للبروس اند كونس، يعني ممكن واحد يقول لي طب اوكي، طب انا ليه اصلا اشتري يعني، طب ما انا كده بشكل اوبفيس اتس فيري اوبفيس ان انا اشتري ايه؟ انا اشتري سندات. بس لا، الموضوع مش كده، الموضوع ان في نوعين من الناس، الناس بشكل عام في الحياه في ريسك لافرز، ناس بتحب تاخد ريسك، وناس تانية ريسك ادفرس بيكرهوا ياخدوا ريسك، فهو حسب انت مين فيهم. بالنسبه للمميزات وعيوب كل نوع من الاثنين في الاسهم والسندات، بالنسبه لاولا المميزات او العيوب بالنسبه للسندات، السندات ايه مميزاتها؟ طبعا مميزاتها هي الامان، يعني principles is rebate، الفلوس بتاعتك هتاخدها تاني وهتاخد كمان الفايده في وقت معين في تاريخ معين، مالكش علاقه بالمكسب والخساره، حتى ايفن لو حصل بانكربسي والشركه فلست برضه هتاخد فلوسك. تمام؟ ايه العيب اللي فيها؟ انك برضه مش موجود في المكسب، يعني لو الشركه دي فجاه كسبت مليار جنيه انت هتاخد 10,000 جنيه انت قلتهم، طب انا عايز فلوس، لا خلاص انت اتفقت من الاول انا داخل معاك في المكسب، داخل معاك هاخد نسبه معينه، ماليش علاقه بيك لا في المكسب ولا في الخساره، فده العيب الوحيد اللي موجود في الداتس. طيب بالنسبه للايكويتي، ايه المميزات وايه العيوب؟ اولا المميزات في الايكويتي هي فكره الاونرشيب، يعني الملكيه، انت بس انت صاحب مكان، انت عندك سهم في فودافون فانت من ملاك فودافون، فده دي حاجه برضو بتقدر تقول لك انك هتاخد ديفيدنس او ارباح في فودافون، ساعات بيبقى ليك قدره انك تعلق على اداء الاداره، يعني ممكن تقول انا مش عاجبني مثلا اداره الشركه في شكل فلاني، فهنعمل جمعيه عموميه، هنعمل زي ميتنج، والميتنج ده هنقول فيه لا احنا مش انا مش عاجبني الاداره، وهصوت على الاداره دي، انا مش عايز مدير فودافون ده يكون موجود معايا. ف this is what's called the price of equity، دي حاجه. الحاجه اللي بعد كده ايه بقى النيجاتيفز، النيجاتيف سايدز اباوت ايكويتي، دي ايه الحاجه بقى السلبيه عن السندات بالنسبه للاسهم، قصدي الاسهم ايه الحاجه السلبيه عليها؟ ان اولا انت موجود في خساره، يعني انت ممكن تبقى في الاخر انت متوقع انك تكسب، لو اشتريت سهم شركه بتخسر الشركه دي وحصل اي مشكله، حصل اشاعه صاحب الشركه اتسجن، حصل مثلا ناس اتسممت من الشركه، فهيحصل ايه؟ هيحصل ان سهم الشركه يبدا يقل في الماركت وهيبدا ينهار وهيبدا يخسر، وانت كحامل اسهم هتخسر كمان معاه، قيمه الاسهم بتاعتك هتخسر، فدي حاجه ريسكي جدا. الحاجه الثانيه الديفيدنس بشكل عام انت ممكن ما تاخدهاش دايما، يعني انت ممكن الشركه تقول لك والله احنا حققنا ارباح السنه دي، طب حضرتك انا عايز ارباحي، لا احنا قررنا ان ارباح الشركه السنه دي هنروح نشتري بيهم مكن من المانيا عشان نحسن اداء الشركه، وانت مالكش حق الاعتراض. ديفيدنس ده انت هتاخدها او الشركه هي اللي هتقرر هتدفع لك امتى وهتدفع لك كام. Alright. طيب بالنسبه للجزء الثالث في المنهج بتاعنا، يبقى احنا كده اتفقنا اول جزء خلاص خلصنا يعني ايه نيو بلايرز، ثاني جزء اتكلمنا فيه عن financial securities which is very important، الجزء الثالث بنتكلم على financial intermediaries بشكل عام اللي هو البنوك، برضو بناكد على فكره ان ازاي البنوك هي وسيط ما بين طرفين وازاي اهميه البنوك بشكل عام. طبعا زي ما كنا بنتكلم ان البنوك بتعمل ماتشنج ما بين البورورز والسيفرز، اوكي، وده بيقلل الترانزاكشن كوستس، يعني بيقلل في الاخر تكلفه ان كارمن تقعد تدور طول حياتها على حد تراست وورثي انها واثقه فيه انها تدفع له فلوس ويرجعها لها تاني، انما البنك بيضمن الطرف التاني، بيضمن احمد اللي استلف منها فلوس انه اكيد هيرجعها، لان البنك طبعا بياخد ضمانات قويه جدا زي مثلا ضمان شغله وضمان مرتبه وضمان بقى لو عنده املاك وكل الكلام ده كله. طيب functions الوسائل او الوظائف بتاعت الموضوع، طبعا it would help savers to diversify their investments and risks، يعني طبعا بتقول لكارمن انك عندك ايه رايك تشتري اسهم او تشتري سوري تشتري او تاخدي تسلفي احمد وتسلفي فلان وتسلفي فلان وتسلفي فلان وتاخدي بقى فلوس اكتر، او يحصل diversification انك مش بس الفلوس بتاعتك مش بس في مكان واحد، انت هتروح تشتري البنك يقدر يقول لك انا هعمل لك قرض مع فلان وفي نفس الوقت هشتريك حته ارض في المكان الفلاني واضمن لك ارباحها، وفي نفس الوقت ان انت تدخلي معانا شريكه في شركه في حته معينه and so on. طيب the second things it's pool of fund for many people، يعني انا بالنسبه لي ان صغار المستثمرين او الناس الاصغر هيقدروا ياخدوا الفند ده في اي وقت، يعني الناس اللي عندها افكار كتيره جدا عظيمه تقدر تروح تاخد الفلوس من البنك، عشان كده مثلا البنوك عندها صناديق اسمها صناديق المشروعات المتوسطه والصغيره اس ام ايز سمول اند مايكرو بروجكتس، فده برضو مهم. ف
الحاجة التانية طبعا ميزة البنوك كمان انها بتقدر تو اكيوميليت كابيتال. يعني انا دلوقتي عايز اعمل مشروع كبير جدا، تمام؟ فبروح البنك، البنك ما بيستلفليش الفلوس دي من حد واحد، لا هو بيروح لاكتر من واحد وبيستلف مثلا 100,000 جنيه من فلان و50,000 جنيه من فلان ونص مليون جنيه من فلان، يقدر يقول اتفضل المليون جنيه اللي انت كنت طالبها. فدي حاجة مهمة. الحاجة الثالثة او الحاجة الرابعة to gather information about borrowers and lenders. فانا من ناحيتين، من ناحية احمد انا عندي كل المعلومات عن دخله وعايش فين وهيرجع الفلوس امتى، وعندي كل المعلومات الفاينانشال انفورميشن على كل حاجه عليه. والناحيه الثانيه في كارمن انا برضو عندي كل المعلومات عن مصدر فلوسها. دي برضو حاجه البنوك بتركز فيها جدا. This would reduce the transaction costs. Transaction cost ان انا ان الفتره اللي انا هقعد فيها الاثنين بيدوروا على بعض، البنك خلاص البنك وسيط في النص بيحقق الموضوع ده بشكل مور افيشنت وبيعمل ماتشنج. اوكي، فزي زي ما اتفقنا موضوع الماتشنج اللي بيحصل، يا اما بيحصل دايركت فاينانس. فدايركت فاينانس معنى ايه؟ ان انا دلوقتي احمد وكارمن يعرفوا بعض، فبالتالي دي ويل ميت ان ذا ميدل اند دي ويل اجري تو بروفايد ذا ماني. اوكي، اند ذن اندايركت فاينانس ده من الحاجه الاندايركت اللي هو من خلال البنوك او من خلال السكيورتيز. يبقى انت كده عندك حاجتين، يا اما السكيورتيز من خلال البورصه او من خلال البنوك من خلال انك هروح اتعامل مع بنك. طبعا ده الرسمه اللي كنا بنتكلم عليها. ده كده كان جزء موجود في الكتاب كمان بيتكلم عن التايبس اوف انترميديير. طبعا انت مش محتاج انك تكون عارف الحاجات اللي موجوده في يو اس في امريكا، بس جاست انك تاخد كده كويك اوفر فيو على الموضوع كله، انك تبقى عارف ان في حاجه اسمها سكيورتيز. السكيورتيز دي فيها نوعين، اسهم وسندات. طيب هنا برضو بيكلمك على نقطه مهمه، ان البنوك بشكل عام بتعالج مشكله اسمها ادفرس سيلكشن اند مورال هازاردز. ادفرس سيلكشن البنك بيوفر عليك حاجه اسمها ادفرس سيلكشن، معنى انك ما تختارش حد ريسكي. يعني مثلا تخيل لو كارمن كانت واقفه كده في الشارع وبتقول يا جماعه مين يستلف مني 100,000 جنيه، فكان في احتماليه كبيره جدا ان حد يجي يكون نصاب، او حد بشكل عام يكون مش يعني بلاش نصاب بس قصدي ما عندوش حكمه كافيه انه يدير الفلوس او متاكده انها هيرجع لها الفلوس تاني. فالبنك بيوفر عليها بيفور ذا ترانزاكشن، بيفور انها تكستشينج الماني، ده بيوفر عليها الموضوع ده. طيب مورال هازارد يبقى اسمه ادفرس سيلكشن، بنك بيعمله. الحاجه الثانيه مورال هازاردز برضو دي حاجه مهمه جدا، البنك بيتاكد مليون في الميه او بيعمل كونتراكت بريستريكتيف يعني ميجرمنتس كده، بيقول بيتاكد ان الشخص اللي استلف الفلوس هرجعها فتره معينه، لدرجه ان لو انت اخذت فلوس وهربت من دفعها طبعا زي ما انت عارف بيتقبض عليك. وطبعا بترجع الفلوس، بياخد كل طبعا الضمانات اللي انت كنت عاملها على نفسك. طيب فاينلي ذا فاينانشال ماركت. فاينانشال ماركت هي البورصه زي ما اتفقت معاك، ده مكان او ميكانيزم بشكل عام بيتجمع فيه البايرز والبورورز، بيتجمعوا في مصر بورصه قصر النيل مثلا في القاهره، بيتجمعوا مع بعض علشان انت مثلا معاك فلوس فبتروح البورصه، طبعا مش من خلالك، من خلال سمسار يعني حد في النص ديلر او بروكر. فالديلر اللي هو الشخص اللي بتفاوض من خلالك ده، واحد بيشتغل في البورصه، انت بتروح تديله وتقول له والله انا معايا 100,000 جنيه حضرتك خدهم واستثمرهم في البورصه. اوكي، وبيروح هو البورصه مع ناس كتير جدا زي ما انت بتشوف في الافلام كده، وبيبداوا يشوفوا الاسهم هل هي بتزيد، هل هي بتقل، هل هي الفاليو بتاعتها عامله ازاي، اند سو اون. فده برضو اسمه فاينانشال ماركت. ده فاينانشال ماركت كان بي فيزيكال اور فيرتشوال، ده برضو هنتكلم عليه بعد كده. طيب البورصه زي ما كنت بقول لك، انك دلوقتي انا عندي شركه والشركه دي انا معيش فلوس كفايه، فبالتالي بقول انا الشركه دي فيها 100 سهم انا هطرحهم للتداول. يعني ايه التداول؟ يعني اقول للناس تعالوا يا جماعه اشتروا السهم بتاعي، وانا اوعدكم ان انا هدير الشركه دي باحسن حاجه ممكنه واحقق ارباح وانتوا ليكوا نسب، فبالتالي النسبه اللي انتوا هتاخدوها هتبقى دايما عاليه. طيب الجزء يعني في نوعين من انواع الماركت او الفاينانشال ماركت، الاسهم قصه حياه السهم اللي انت بتشوفه قدامك. يعني لو كنا في الجامعه دلوقتي كنت وريتك سهم، كنت وريتك شكل السهم، شكل السهم ده عامل ازاي في الحقيقه. اول حاجه السهم، نجيب سويرس، خلينا ناخد الاكزامبل بتاع نجيب سويرس مثلا. نجيب سويرس هيبقى عايز يعمل مهرجان الجونه السينمائي، ومهرجان الجونه ده هيكلف مثلا 100 مليون دولار. فنجيب سويرس هيعمل شركه اسمها شركه الجونه للانتاج السينمائي، ويبدا يقول يا جماعه انا بطرح اسهم مين يشتري معايا. تمام، طيب فهيبدا الناس يقولوا طب احنا عايزين نشتري علشان احنا واثقين ان انت هتدير الموضوع كويس فتطلع ارباح كويسه. طيب
العمليه دي نفسها الماركت ده نفسه بيحصل فين؟ بيحصل في مكانين، واحد اسمه برايمري ماركت وواحد اسمه سكندري ماركت. برايمري ماركت ده ايشوينج ماركت، ان في الاخر ان نجيب ساويرس بيروح لمكان اسمه ديفلوبمنت بانك، او بيروح لمكان بشكل عام او اندر رايتنج بانك، بيروح لمكان يقول له انا عايز اطبع ورقه موجود عليها من السيد نجيب ساويرس الى حامل هذا السهم، بانك السهم ده قيمته كذا كذا كذا، تمام؟ وزي ما انت هتاخد طبعا، او انت اخدت طبعا في اكاونتنج السنه دي في جفرمنت اكاونتنج او كوربريت اكاونتنج او وات ايفر اكاونتنج انت اخدتها في الجزء ده، اخدت طبعا موضوع الاسهم وازاي تعرف موضوع البرايمري ماركت. فبرايمري ماركت سوق الاسهم الاصليه او السوق الاساسي اللي هو فيه البايرز والسيلرز ما بيتقابلوش، هو مجرد نجيب ساويرس اللي هو الراجل صاحب الشركه بيروح لمكان اللي هو البنك اللي اسمه بنك الاستثمار انفستمنت بانك او بنك الاندر رايتنج بانك، بنك الاكتتاب، حتى ده البنك اللي بيكتتب فيه او بيبدا يعمل ده، يكتتب الاسهم او بيعمل، يعني ايه اكتتاب؟ يعني بيكتب قيمه السهم ويقول السهم ده تكلفته كذا وقيمته الاسميه كذا وقيمته الشرائيه اللي انا عايز اعملها كذا، فده اسمه البرايمري ماركت، ده بيروح بس يعمل كده يطبع السهم. طيب سكندري ماركت هي البورصه بقى اللي انت بتشوفها في التلفزيون. سكندري ماركت ده المكان اللي بيتقابل فيه او اللي بيحصل فيه تريد ما بين الاثنين، بتلاقي شاشه كبيره جدا. طبعا لو كنا في الجامعه برده كنت هوري لك الموضوع ده فيرتشوال، او الموضوع ده يعني قصدي هوري لك ده، بس طبعا ده ريفيجن ليكتشر فانا يعني او كيب ات شورت يعني. فانفستمنت بانكس بتعمل اندر رايتنج، اندر رايتنج ده بيحصل في البرايمري ماركت، لازم تركز ان ده دايما كمان في ام سي كيو. انما في سكندري ماركت انك كواحد مستثمر او واحد في الاخر عايز تعمل فلوس، بتروح لحد اسمه بروكر او ديلر، يعني حد وسيط هو اللي بيروح ياخد الفلوس دي بيروح بيها السكندري ماركت. بيرفكت. طيب الستراكشر اوف ذا فاينانشال ماركت بقى، الفاينانشال ماركت هو البورصه، او بشكل عام الفاينانشال ماركت ده جواه ايه بالظبط؟ الفاينانشال ماركت حاجه اسمها اوفر ذا كاونتر او اكسشينج ماركت بشكل عام. مين اشهر البورصات اللي موجوده في العالم؟ اشهر البورصات اللي موجوده في العالم في بورصه نيويورك طبعا مشهوره جدا جدا جدا، في مصر حتى فيها بورصه في قصر النيل، في بشكل عام بورصه فرانكفورت في المانيا، في كذا ستوك ماركت او بورصه بشكل عام في العالم، بورصه لندن، طبعا كل الحاجات دي موجوده مهمه. طيب وفي عندنا حاجه اسمها في الفاينانشال ماركت تاني، في نوع من الماركتس الثانيه او الناس بتتداول حاجه ثانيه، الناس بتتداولها وبتكسب من وراها لمجرد انها فلوس بس، حاجه اسمها او تي سي. او تي سي يعني ايه؟ يعني اوفر ذا كاونتر ماركت. اوفر ذا كاونتر ماركت اللي هو سوق العمله، يعني الناس في الاخر الفلوس اللي معاك، انا ممكن يبقى معايا مثلا 100 يورو اروح يعني حد ثاني عايز يسافر مثلا بكره الصبح عايز يسافر المانيا، فيجي مثلا يقول لي طب حضرتك انا عايز اخد 100 يورو وانا مسافر، اقول له اوكي 100 يورو هبيعهم لك مثلا ب 4000 جنيه، اوكي؟ فاقول له ده طب ايه السعر اللي انا قررته؟ ده اسمه سعر الصرف، السعر اللي انا صرفت بيه الفلوس، اكسشينج ريت. فيبقى انا عندي حاجه اسمها فورين اكسشينج، ده ماركت تاني من الماركت اللي انا بتداول او بشتغل عليها عشان ابدا ابدل الفلوس، او الفورين كرنسيز بشكل عام. ودي حاجه البنوك بتعملها حتى، يعني انت لما تدخل جوه البنك بتلاقي شاشه كده موجوده، هتلاقي فيها اليورو، الين، الجنيه، الفرنك السويسري اند سو اون، وتبدا تشوف كل حد بيساوي قد ايه بالجنيه المصري، وكل يوم الاسعار دي بتتغير طبعا زي ما انت عارف ديماند اند سبلاي. طيب عندنا ده برضو تفرقه مهمه جدا ما بين او تي سي اللي هو اوفر ذا كاونتر. اوفر ذا كاونتر يعني يعني قدام الراجل، انت بتروح قدام الراجل في البنك تقول له اتفضل 100 يورو، يقول لك اديني 4000 جنيه بس، خلاص ذاتس ات، تمام شكرا. طيب بالنسبه للماني اند كابيتال ماركت، كابيتال ماركت او ماني ماركت، ده الماني ماركت ده اللي هو اللي فيه الشورت تيرم ديت انسترومنتس، يعني ده اللي بيحصل فيه، ده بيسموه اللي هو الحاجات القصيره او الحاجات الماني ماركت، يعني اللي انا سي ان انا عايز اشتري منك حاجه او عايز اخد منك ديت، يعني عايز اخد منك دين في الشورت تيرم، ذس از واتس كولد ماني ماركت، بقول لك اديني سلفني فلوس وارجعها لك بكره او ارجعها لك مثلا الشهر الجاي، ذس ماني ماركت، انا في الاخر بسلفك الفلوس لمجرد انها بتعدي موقف، ده ماني ماركت. هاويفر في عندي حاجه اسمها كابيتال ماركت، كابيتال ماركت ده بيشتغل في لونجر تيرم، لونجر تيرم معنى ان في المدى الطويل اكتر، ان ده ايكويتي انسترومنتس، يعني زي ما اتفقنا مع بعض دلوقتي اللي هو حاجه في ايكويتي، انا داخل عشان في النوع الاول ده اسمه سندات اللي هو الديت ماركت اللي كنا لسه بنتكلم عليه من شويه، انما النوع الثاني ده اسمه كابيتال ماركت، كابيتال ماركت اللي هي اسهم، ان انا داخل عشان اكسب واعمل ثروه.
فده الفرق ما بين الاثنين. اتفقنا مع بعض ان the price of securities او البرايس بشكل عام بتاع الماركت بيتحدد طبعا بالديماند والسبلاي. بمعنى ايه؟ ان مثلا دلوقتي لو شركه نجيب سويرس هي شركه ناجحه، فبالتالي الاسهم بتاعتها تزيد، فالديماند عليها يزيد، فالبرايس بتاع السهم ده هيزيد. طب الناحيه الثانيه لو انا بتكلم عن حاجه العكس، لو انا بتكلم على الديماند، حاجه الديماند عليها يقل، يعني بتكلم على الفاينانشال ماركت ان الديماند فيها هيبدا يقل، ان حصل اشاعه معينه صاحب الشركه اتسجن اند سو اون، ده هيبدا يقل الديماند عليها. فدايما برايس اوف سكيورتيز بيقل او بيزيد بالسبلاي والديماند. طيب فدايما الحاجه اللي برضو كمان الايكوليبريم برايس، الايكوليبريم برايس ده السعر للاثنين زي ما اتفقنا، ده السعر للاثنين السبلايرز والديماندر بيقدروا يتفقوا عليه. يعني انا بقول لك مثلا هسلفك 100000 جنيه هترجعهم 110، فتقول لي طب ما تخليهم 105، اقول لك لا طب خلاص 108. 108 ده الايكوليبريم برايس. اوكي طيب. طب as we discussed also in economics، ده الشكل الديماند والسبلاي العادي تمام. فده ان انا بقول لك انا في الاخر هبيع لك، ده الديماند، ده الكونسيومر زي ما اتفقنا السنه اللي فاتت، وده البروديوسر، واللي في النص ده البرايس اللي احنا الاثنين اتفقنا عليه عشان نبيع السكيورتي. اوكي طيب اخر حاجه في الشابتر بيقول لي في الاخر، طيب الفاينانشال ماركت بشكل عام او السكيورتي بشكل عام بتتحدد بناء على ايه؟ يعني بتتحدد انا كانفستور ايه الحاجات اللي انا I should care about it، I should think about it، I should consider this amount. فده جزء مهم جدا. اولا عندي expected return. expected return بمعنى العائد، الفلوس اللي هتيجي من وراء الموضوع، the gain of trade، ده انا في الاخر هكسب قد ايه من الموضوع، هستفيد قد ايه من الموضوع، ده expected return. طيب النوع الثالث او النوع الثاني هو risk. الريسك هو من الحاجات اللي بتخلي الناس تنفست في مشروع معين او مشروع تاني، هو الريسك او فكره الخطوره، ان انا حاسس هل المشروع ده انا ضامن ان انا هكسب منه ولا لا، دي برضو حته مهمه. الحاجه الثالثه هي الليكويدي. الليكويدي هي السيوله، هل الاوبشن اللي انا هاخده ده، هل الاوبشن ده بيحقق لي شرط الليكويدي ولا لا، دي حاجه برضو مهمه. الحاجه اللي بعد كده هي التاكسز، هل انا بدفع، هاو ماتش ويل كابيتال جينز بي تاكسد، يعني انا دلوقتي بدفع تاكسز قد ايه والتاكس شكلها عامل ازاي and so on. فالحاجة الأخيرة الماتوريتي، يعني مثلا سي لو واحد بيحب انه ياخد الفلوس بسرعة او بيحب دايما الفلوس تبقى معاه، يبقى انا ده احسن حاجة بالنسبة له هيختار الدات. however لو هو حد بيحب ما عندوش مشكلة الفلوس تستنى اكتر، هياخد اكتر الايكوتي less securities او ياخد الستوكس يعني الاسهم خلاص. فده يبقى what do investors care about the system. طيب دايما في regulations قويه جدا من الفاينانشال سيستم ومن الجوفرمنت عشان تقدر تقول ان انا هحكم بيها الماركت. يعني من الحاجات اللي موجوده ان الجوفرمنت دايما بتركز قوي انها تتاكد ان مفيش اي حاجه، ما يحصلش اي مس ليدنج انفورميشن، ان انا اقول ان انا في معلومات خاطئه، ان انا مثلا ما ينفعش واحد ياخد الفلوس بتاعه البنك ويهرب كده، مدير البنك هيتسجن. ما ينفعش مثلا ابقى ما عنديش اي خلفيه عن السورس اوف ماني اللي جاي داخل عند البنك، ما ينفعش، لازم ابقى عارف الفلوس دي مصدرها ايه، دي حاجه مهمه. طيب ريديوس او بشكل عام دي من الحاجات المهمه جدا ان الريجوليشنز بتعملها. عشان كده مثلا على سبيل المثال الفاينانشال كرايسيس اللي حصلت في امريكا حصل بسبب الموضوع ده، بسبب ان الجوفرمنت ما كانش عندها كنترول على الموضوع. يعني في فيلم ممكن تتفرجوا عليه في الاجازه بقى وحسب لو عندكم وقت دلوقتي، اخذ احسن فيلم، اخذ اوسكار يعني كاحسن فيلم وثائقي اكاديمي، اسمه انسايد جاب. انسايد جاب ده فيلم هايل جدا في الساعة، بيتكلم عن الفاينانشال كرايسيس اللي حصلت في امريكا، وانها حصلت مينلي بسبب المشكله اللي بقول لكم عليها، ان ما كانش في ريجوليشنز قويه في الاقتصاد الامريكي او في البنك المركزي الامريكي انها تحمي المواطنين في امريكا. ان اللي حصل كله ان الناس في امريكا كانت بتاخد قروض بسهوله جدا، اي حد محتاج ياخد قرض كان بيروح ياخد قرض بسهوله جدا، لحد ما ظهر فكره الهاوسنج او المورتج لون او بشكل عام القروض العقاريه. القروض العقاريه ان انا اقول لك انا بروح البنك سي اي بي واقول له عايز استلف مثلا مليون جنيه، يقول لي طب ايه الضمان انك هترجع المليون جنيه؟ اقول له الضمان بيتي، تعالى شوفه. طيب بيتك لو بيساوي مليون جنيه هتاخد قرض بمليون جنيه، بيتك لو بيساوي نص مليون جنيه هتاخد قرض بنص مليون جنيه. اللي حصل ان حصل في رشوه لبعض الناس اللي شغالين في البنوك، لو بعض الناس اللي شغالين في البنوك بداوا ياخدوا رشوه
علشان يقدروا يقيموا البيوت باعلى من ثمنها. يعني مثلا بيجي يقول لك انت عايز تاخد كارد بكام؟ بمليون جنيه، بس خلي بالك ان بيتك ده ما يسويش اكتر من 200,000. يعني صباح الخير، تمام؟ فبدا يحصل كوربشن، فالكوربشن ده بدا يسبب ان الفلوس او القروض اللي انت اخذتها قيمتها اقل بكتير جدا من قيمه العقار نفسه، تمام؟ فبدا يجي وقت السداد، اقول لك طب يلا اديني الفلوس بتاعتي، اقول لك والله انا لا ما اقدرش اسدد. طب ايه انت المفروض هحجز على بيتك، احجز عليه اتفضل، ده هو اصلا قيمته ولا حاجه. فبدا يحصل ان الامريكان كلهم بداوا يعملوا الموضوع ده، فالموضوع انتشر لايك فيروس، فبقى زي الفيروس كده. فالانفكشن اللي حصل، حصل حاجه اسمها هاوسنج بابل. هاوسنج بابل ان الموضوع كله بقى الاسعار كلها بقى فيها مشكله. عشان كده الفيد اللي هنتكلم عليه في شابتر 14، فيدرال ريزيرف البنك المركزي الامريكي، عمل ريجوليشنز قويه جدا 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 عشان يحمي الاقتصاد الامريكي. يبقى ده كان شابتر 2، كان بيتكلم عن الفاينانشال ماركت، وكان بيقول لك فيه ازاي الفاينانشال ماركت بيشتغل، وازاي انت ككونسيومر ازاي انك الجفرمنت بتحاول تحمي فلوسك، وازاي بشكل عام شكل الفند شكله بيختلف او لا. تمام كده احنا خلصنا نص المنهج، كده احنا خلصنا نفس الكلام اللي انت زي ما كنت بقول لك هتعمل مايند ماب، تمام؟ وهتبدا تروح تفتح شابتر 2 في التست بانك اللي نزل عندك، اوكي؟ هتبدا تفتح شابتر 2 وتبدا تحل الاسئله اللي موجوده عليه. طيب بيرفكت، يبقى انت كده فاهم ودربت اكتر على الموضوع. تعالى ناخد بريك فور 5 مينتس اند ذن وي بي باك تو ستارت النص الثاني من المنهج، اتفقنا؟ طيب كده احنا خلصنا شابتر 2 شابتر 3، خلينا ناخد بريك يعني فور يعني 2 تو 3 مينتس ونبدا ناخد شابتر 9 وشابتر 14. Right? See you in a minute. طيب ويلكم باك افتر ذا بريك. طيب شابتر 9 بيتكلم عن البنوك بشكل عام، بيتكلم عن البادجت اوف ذا بانك. فانا السنه اللي فاتت قررت ان انا اعمل الموضوع بشكل مختلف، قررت ان انا تو انفايت سمون فروم ذا سيكتور. فانا انفايتد وان اوف ماي فريندز مستر كرم شعبان، فانا انفايتد هيم انه يحضر الكلاس بتاعي ويعمل جاست ليكتشر عن بنوك،
يتكلم عن البنوك بشكل عام، ويتكلم عن الكارير بتاعه. هو كان شغال في البنك الاهلي فتره طويله جدا، وبعد كده شغال دلوقتي في هيئه قناه السويس. ف يعني he gave a very interesting lecture. هو عمل interesting lecture هايله جدا عن الموضوع كله، واتكلم عن واتكلم اصلا عن جوه البنك، البنك بيشتغل ازاي، وقد ايه الموضوع يعني بيشتغل، وده في الاخر فكره هايله جدا عن كارير بنوك بشكل عام. ف يعني انا برضو هعمل لكم يعني ممكن في الاجازه الناس المهتمه بيكم هعمل لكم فيرتشوال سيشن كده من الناس اللي في الماركت، علشان برضو تعرفوا اكتر البنوك شغاله ازاي، وتقدروا كمان انتم في الاجازه تقدروا تحضروا حاجات اونلاين مع المعهد المصرفي المصري، ده تابع للبنك المركزي المصري، تقدروا تحضروا معايا سيشن ببلاش عن البنوك، تعرفوا اكتر عن البنوك. طيب بالانس شيت، الشابتر ده بيتكلم عن بالانس شيت اوف ذا بانك. يعني البالانس شيت زي ما انت عارف طبعا في اكاونتنج، ان البالانس شيت ده الميزانيه بتاعه البنك، او بشكل عام البنك ده بيملك ايه وعليه ايه، زي ما انت درست اكاونتنج كتير جدا. طيب بالانس شيت اوف ذا بانك ده ذا مين شابتر، شابتر 9. شابتر 9 بيتكلم البنك عنده ايه وعليه ايه، ايه الاسيتس اند لايبيليتيز اوف ذا بانك. طيب ذا اسيتس اوف ذا بانك، ايه الحاجات اللي جوه البنك او البنك بيمتلكها، هي ريزيرفز الودائع الناس او الحاجات اللي الناس بتودعها في البنك. الحاجه الثانيه كاش ايتمز، الكاش، الكاش اللي موجود في الخزنه بتاعه البنك. ديبوزيتس اذر بانكس، لو البنك ليه مثلا البنك بيحوش فلوس في بنك تاني، او البنك مثلا عنده بروجكت في بنك تاني، او البنك مثلا عنده حاجه حته ارض مثلا، او عنده اسيت معين ده ملك البنك. يعني لو انت ماشي على الطريق هتلاقي دايما طول الوقت في مثلا ارض ملك بنك مصر، ارض ملك البنك الاهلي، البنك بيتاجر كمان في الموضوع ده. فالبنك مش مجرد كمان بيتاجر في فلوس، كمان بيتاجر كمان في اكتر من فلوس. فده الجزء اللي بعد كده. سيكيورتيز طبعا البنك عنده كمان اسهم، البنك بيشتري اسهم كمان لشركات او اسهم في الفاينانشال ماركت. وطبعا اللونز، اللونز اللي البنك بيعملها، لما البنك يقول لك هسلفك 100000 جنيه، ال 100000 جنيه دي من الاسيتس بتاعت البنك، انت هترجعهم للبنك. فده ده كده مين الاسيتس اوف ذا بنك. سوري معلش. طيب لايبيليتيز، الليبرز بشكل عام او الابليجيشنز اللي على البنك، البنك ملتزم انه يرجع لك ايه بالظبط. في كذا حاجه، اولا تشيكابل ديبوزيت، تشيكابل ديبوزيت بشكل عام ان لو انا عندي فلوس في البنك وانا معايا دفتر شيكات، لازم البنك مجبر انه في اي وقت 24/7، حتى دلوقتي بقى عشان في بقى في فروع الكترونيه للبنوك، ان انا اي وقت لازم البنك يرجع لي الفلوس تاني، يقول لي في الاخر انا انا رحت اقول له مثلا انا عايز اسحب او اصرف شيك ب 100000 جنيه من حسابي، البنك ملزم انه يرجع لي فلوس لانه مديون ليا بيها. طيب نون ترانزاكشن ديبوزيتس ده نتكلم عليها، الحاجات اللي هي يعني ما فيهاش نون ترانزاكشن ديبوزيتس، مثلا سمثينج لايك جولد او امبورتنت بيبرز. يعني البنك كمان مش بس بيأتمن او بتأتمنه على الفلوس بتاعتك، كمان تقدر تأتمنه على نون فاينانشال ايتمز. بمعنى ايه؟ ان انا مثلا عندي ورق مهم وعايز اشيله في مكان، ممكن اروح اعمله في خزنه في البنك. عندي مثلا ذهب، عندي مثلا عقد الماز عايز اشيله، ممكن اشيله في البنك. فده برضو هنتكلم عليه. الحاجه اللي بعد كده البنك مديون بيها البوروينجز، البوروينجز بشكل عام الفلوس اللي هو بيستلفها من مكان تاني. دي حاجه. والبنك كابيتال ده طبعا اونرز ايكويتي، اونرز ايكويتي يعني كان كل سنه حد في الماضي ده بيسالني هو ازاي افتح بنك. يعني فهنتكلم على ده برضو، بنك ايكويتي ده كمان مهم. طيب فزي ما انت عارف accounting ان this part of this chapter دايما بيجي في MCQ بشكل شبه accounting شوية، يعني شبه accounting فكرة الجورنال والليجر والكلام انت بتاخده في accounting هو شبه ده اكتر، عشان ده كده عشان كده ده اكتر chapter في الامتحان بيجي عليه جزء technical او جزء فيه يعني technical side يعني. طيب فانت زي ما انت عارف ان assets equal liabilities plus owner's equity، this is the most famous يعني equation انت عارفها في accounting كلها يعني. فthat's why they should be equal، يعني لازم في الاخر assets and liabilities and owners equity لازم يبقوا قد بعض بالظبط، تمام. وزي ما انت عارف اي change in assets لازم يقابله change في liabilities، يعني اي حاجه في المعادله هتتغير هنا لازم قصادها يتغير هنا. عشان كده طبعا حضرتك في كل الحاجات اللي انت بتدرسها في accounting بتحاول تخلي الاثنين قد بعض، وبتحاول طبعا تدخل بنص miscellaneous expenses، وبتدخل expenses كده اي كلام عشان تظبط الكف قصاد بعض. كذلك ده بيحصل في الواقع by the way، ساعات بيحصل ان في الاخر ان الشخص اللي موجود في البنك لازم لو عنده اي عجز، انت ده اول حاجه انت لو بتشتغل في بنك بتعرفها، لو في اي عجز في الفلوس انت بتشيله.
فلازم تبقى انت شاطر كفايه ومصحصح جدا انك تكون عارف ده. الحاجه اللي بعد كده ريزيرف ريشيوز. ريزيرف ريشيوز بمعنى الحاجات اللي موجوده او الودائع اللي موجوده في البنك. مين اللي بيشرف عليها؟ سنترال بانك. سنترال بانك هو المكان ذا فاذر اوف اول بانكس، ده المكان الكبير جدا اللي بيتحكم في كل البنوك. فسنترال بانك هو المكان اللي بيتحكم في البنوك كلها. البنك ده هو بيتحكم كمان في ريزيرف ريشيوز. الحاجه اللي بعد كده، فطبعا في ديبوزيتس البنك المركزي عنده وسائل معينه بيتحكم بيها في ريزيرفز. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا البنك المركزي كويس، وانا قصاد انا بتحكم في البنك الاهلي وبنك سي اي بي وبنك مصر وكل البنوك. انا عندي وسيله اسمها مونيتري بوليسي. مونيتري بوليسي هي السياسه النقديه. مونيتري بوليسي فيها حاجتين، البنك المركزي بيشتغل شغلانتين. اولا بيحدد الانترست ريت، بيقول سعر الفايده النهارده كذا. الحاجه الثانيه بيطبع فلوس او لا، بيتحكم في الماني سبلاي ويشوف الفلوس اللي موجوده في الماركت قد ايه. ليه؟ طب ايه المشكله؟ طب البنك المركزي ممكن يعمل كول ايديا وكل يوم يصحى الصبح كده يطبع لنا كده كل واحد مليار جنيه، ليه لا؟ طبعا انا متخيلك دلوقتي بتجاوب الاجابه اللي اتفقنا عليها السنه اللي فاتت، ان ده هيؤدي الى مشكله كبيره جدا في الاقتصاد اسمها انفليشن، التضخم. فبالتالي البنك المركزي لازم حكيم جدا في انه يعمل كده. فده الديبوزيتس هي مسؤوليه او في حمايه البنك المركزي، دي حاجه. فذاتس واي عندنا حاجه اسمها مونيتري بوليسي تولز، هنتكلم عليها دلوقتي، نظام البنك المركزي بيقدر يتحكم في الموضوع. فده كده اللي انا كنت بقوله، انك عندك ده الاسيتس، والناحيه الثانيه عندي اللايبيلتيز، وطبعا الاثنين زي ما انت شايف لازم التوتال بتاعهم يبقى قد بعض بالظبط. طيب طبعا في الامتحان ما بيطلبش منك انك تعمل طبعا بادجت او انك تعمل حاجه معينه، هو بس بيسكلي بيتاكد انك عارف الايتيمز اللي موجوده كل في الاسيتس وفي اللايبيلتيز وفي الاونرز ايكويتي. طيب بالنسبه للجزء الثاني في الشابتر بيتكلم عن principles of bank management، يعني انت دلوقتي وانت مدير بنك ايه الحاجات اللي انت لازم تراعيها، او ايه ال 7 principles او 6 principles اللي انت لازم تفكر فيها. في 6 مبادئ لازم تفكر فيهم as a banker. اولا liquidity management، انك في الاخر ازاي هتدير فلوس الكاش اللي موجوده في البنك، انت في الاخر الناس بتيجي تودع عندك، ازاي هتعمل احسن حاجه للبنك. ده اللي بيفرق مثلا ما بين مدير شاطر ومدير لا. طيب اسيت مانجمنت، ان الفلوس اللي موجوده في البنك ازاي تستخدمها انك تشتري اصول، ازاي تدايفرسفاي الموضوع، هنتكلم عليه كمان شويه. ازاي تستخدم الفلوس اللي جات لك كودايع، انك تقول انا جالي مثلا مليار جنيه، هبدا اقول هسلف منهم 300 وهشتري ارض ب 100 وهعمل مثلا هشتري اسهم ب 100 وهعمل كده ايه دايفرسفيكيشن، يعني ما احطش في الاخر كده ما احطش البيت كله في سله واحده. هي دي الفكره. الحاجه الثالثه liability management، دي علاقة بالمسؤولية أو مسؤولية البنك، إن البنك ملتزم إنه يرجع الفلوس للناس اللي استلفوا أو الناس اللي سلفوا الفلوس للناس تانية، اللي هي in our case كانت كارمن. طيب capital adequacy management، إن الفلوس أو الكابيتال اللي موجود في البنك ده لازم يبقى كافي للريزيرف. يعني مثلا ما ينفعش مثلا بنك لسه صغير على قده ويقول للناس أو يبقى فيقول أنا بسلف لحد مليار جنيه، منين؟ ما أنت لسه بنك ناشئ، ما عندكش قدرة رهيبة. فلازم البنك المركزي برضو بيراقب الفلوس اللي في البنك دي بتروح ازاي، بتخرج ازاي، اصلها ايه، and so on. credit risk زي ما كنت بقول لك، credit risk لازم يبقى انت كبنك عندك وسائل تتحكم مين هياخد قرض ومين لا. عشان كده لو في واحد جاي يقول لي مشروع بس انا شايف المشروع ده مش مقنع، انا كبنك من حق ارفضه. يعني اقول له في الاخر هو مثلا عايز مليون جنيه يفتح مكان بيعمل اي حاجه كويس، فانا بصيت في اي حاجه لقيت ان المشروع بتاعه ده اي كلام، كلام على ورق، فبالتالي بقول له لا شكرا، انت الفيزيبيليتي ستادي بتاعتك مش مناسبه بالنسبه لي، دراسه الجدوى مش مناسبه، اتفضل روح. تمام. انترست ريت ريسك، البنك المركزي من اهم وظايفه انه يتحكم كمان في الانترست ريت، في سعر الفايده زي ما اتفقنا. طيب تعالى ندخل في جزء كده اكاونتنج ونعرفه اكتر، وده جزء مهم. دلوقتي زي ما انت عارف ان خليني احكي لك القصه عشان تبقى انت عارف اللي هيحصل دلوقتي. اللي هيحصل ان البنك المركزي ان اور كيس كارمن واحمد، اوكي، احمد هيروح يقول للبنك انا محتاج 100000 جنيه، اتفقنا؟ طيب بنك سي اي بي هو البنك اللي في النص، بنك سي اي بي اوكي، هقول له اتفضل هتاخد ال 100000 جنيه وهترجعهم بفايده 10%، يعني هترجع كام؟ 110، اتفقنا؟ وهياخد ال 100000 جنيه وهيروح يعملها يسلمها، هيروح سوري هياخد ال 100000 جنيه من مين؟ من كارمن. كارمن هتروح تقول له انا معايا 100000 جنيه وعايزه استثمر الفلوس، ولا اتفضلي هناخد منك الفلوس لمده سنه
وهنرجعها لك كمان سنه 105، والبنك هياخد 5000 جنيه مكسب. اتفقنا؟ طيب دي علاقه سيمبل جدا. طيب تعالى نعقد الموضوع اكتر من كده. في حد في النص would be invited وهيبقى في النص في العلاقه، في العلاقه دي. فمين هو؟ هو السنترال بانك او ذا فيرست بانك. This is the father of all banks. فسنترال بانك هيبدا يعمل كده ويبدا يقول لا انا عايز من الموضوع ده، انا عايز من ده. ليه بقى؟ علشان السنترال بانك لما كنت بقول لك بعد الفاينانشال كرايسيس وبعد اللي حصل في امريكا، بدا السنترال بانك يقول لا انا لازم اتحكم في البنوك اكتر، ولازم يبقى عندي فلوس ان انا اقدر الحق البنوك لو البنوك وقعت، لان دي سمعه البلد. فبالتالي لازم لازم احكم الموضوع بقواعد قويه جدا، وان انا اتحكم في الفند اللي موجود في البلد. فالبنك المركزي قرر يبقى عنده حاجه اسمها required reserve system. اوكي؟ فالريكوايرد ريزيرف ار ار، ريكوايرد ريزيرف دي بوليسي بتقول للبنك انت اي فلوس هتدخل البنك كودايع، اي حد هيجي يودع عندك فلوس انا هاخد نسبه منها كبنك مركزي. هتاخدها ليك؟ لا، ده انا بحوشهم لك على جنب، بحوشهم لمصر على جنب، للكانتري على جنب. ليه؟ عشان لو حصل مشكله اقدر الحقك، وعشان كمان مش بس كمان عشان لو حصل مشكله، عشان امنعك كبنك انك تافور او انك تبالغ في انك تدي فلوس اكتر او تدي قروض اكتر. اتفقنا؟ فيبقى انا بعرف اتحكم في النسبه دي. بمعنى ان انا جيت قلت لك انك كبنك لقيت في الاخر انك كبنك مسرف وكل الفلوس اللي معاك بتطلعها، فبالتالي انت بتدي ناس فجاه بتطلع فلوس كتير جدا، فبالتالي الفلوس دي ممكن تعمل انفليشن. فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقول لك لا انا كنت باخد منك 10%، لا انا هاخد منك من كل فلوس داخله لك باخد منك 10% بحوشهم، ما تقدرش انك تسلفهم، انا هاخد منك 50%. فانا كده بضعف قدرتك كبنك انك تسلف كتير، فبالتالي ده يخلينا نتحكم في الانفليشن. اتمنى تكون واضحه. لو برضو لو برضو فيها اي مشكله تقدروا تبعتوا لي ايميل ونقدر افهمها لك اكتر. فدي الموضوع او دي الفكره، دي القصه بشكل عام بشكل مبسط. طيب القصه كلها تعالى نفهم الاكاونتنج بشكل بسيط جدا. كاش ديبوزيتس، اول عمليه تمت ان في الاخر في واحده اسمها كارمن راحت بنك الاهلي. اوكي؟ راحت البنك الاهلي قالت له والله حضرتك انا محتاجه اودع عندك كاش، فالفلوس عشان عايز استثمر عندك. فالبنك قال لها عايزه حضرتك توديع كام؟ قالت له عايز اودع $100. اوكي، عملت $100 بقوا في الاسيتس بتاعت البنك خلاص. والبنك مقابل ده قصاد ده ملتزم بايه؟ ملتزم بتشيكابل ديبوزيتس، هيعمل لها دفتر شيكات ولا تفضلي ده $100 بتاعتك لو احتجتي انك تصرفيها، يعني احتجتي تستخدميها، ده تشيكابل ديبوزيتس، ده دفتر شيكات. تمام؟ ده اول جزء، انا ماشي بالعربي معاكم برضه عشان تكونوا شايفين. طيب الناحية التانية يبقى كده تمام، مفيش مشكلة، يعني assets reserves، بنك مركزي بيقول لها الفلوس اللي انا هاخدها دي هاخدها اعمل بها اعملها كريزيرف، ابدا اقول للناس ان انا يا جماعة دخل حسابنا $100. اوكي؟ طيب وهيبدا يعمل لها opening a checking accounts، هيبدا لما اعمل كده هيبدا يزود مين؟ هيزود الاسيتس وهيزود الليبيلتس، الليبيلتس بتاعتي كمان هتزيد. هقول لها انت اودعتي عندنا 100 جنيه او $100 وهتاخدي مقابل ده شيك او دفتر شيكات بيسمح لك انك تستخدمي $100. اتفقنا؟ طيب اللي هيحصل هو ان في حد هيتصل بالمدير، هو لسه فرحان ولسه هيحتفل بوجود ال $100، في حد هيحتفل بيه يقول له انا كمان، انت كمان ايه؟ انا كمان عايز من الفلوس. مين هو؟ البنك المركزي. هيبدا يكلمه يقول له لا خلي بالك انا عندي حاجه في القانون بتقول ان انا هاخد منك required reserve، هاخد منك فلوس نسبة مئوية من الفلوس اللي داخلها لك هاخدها على جنب، ما تقدرش انك تستخدمها. ده legal required reserve بالقانون. طيب فاللي هيحصل ان ال 100 جنيه اللي انت خدتها ما بقتش 100 جنيه قوي. يعني كاسيتس هتبدا البنك المركزي يقول لك لا شيل منهم 10 جنيه على جنب as required reserve، وال 90 بقى الباقيين ده excess reserve، تقدر تروح بقى انت تسلف بقى تسلف اي حد تاني تستخدمهم بشكل عام، تقدر تعمل كده. ده بالنسبه للاسيتس، يبقى البنك الاسيتس بتاعته فيها جزء يقدر يستخدمه وفي جزء ما يقدرش يستخدمه، ده ملك البنك المركزي. يبقى ده كده الاسيتس. انما بالنسبه لكارمن، هل ينفع بعد كده بعد كمان سنه كارمن يقول لها والله انا مثلا البنك، والله البنك المركزي اخذ مني فلوس وانا بس احكي لك القصه دي واسمعيني؟ لا خالص، انا يعني مالي، انا كانفستور او انا ككالندر انا بسلفك الفلوس عشان اكسب، انا مش دعوه، بالعكس انا عايز اكتر كمان. فيبقى مستحيل ان ده يحصل. طيب يبقى بالنسبه للناحيه الثانيه تشيكابل ديبوزيتس هتبقى برده $100، فده برده نقطه مهمه.
يبقى كده عرفنا ليه التقسيمه حصلت required reserve والاكسس ريزيرف. required reserve ده البنك المركزي هياخده، الاكسس ريزيرف البنك المركزي بيقول للبنك خلاص اتصرف انت بقى، خلاص ممكن تروح تستثمر الفلوس او تشتغل زي ما انت عايز. طيب يبقى كده ده كده كان مينلي الشابتر. اي ثينك ان ده كان نهايه شابتر 9. اوكي اوكي بيرفكت، بس ابص على حاجه هنا. انت معايا شابتر 9؟ يس. كان في حاجات في النص خلينا برضو ناخدها. احنا كده كنا واقفين هنا تمام، كده عرفنا موضوع ان السنترال بانك اتدخل في الموضوع تمام، احنا كده عدينا على الاسيتس لايبيلتيز، كده عرفنا السنترال بانك اتدخل في الموضوع واخد 90 تمام. يعني هنا نعدي تاني على الجزء ده. هنا انا كارمن راحت اودعت $100 تمام، واخدت دفتر شيكات ب $100، فالبنك اعتبر ال $100 ريزيرفز ودايع في البنك، ف وليها عندنا $100 تمام. طيب اللي حصل ان البنك المركزي كلمه قال له لا انا هاخد منك $10 وانت بقى ليك معاك 90 تقدر تعمل بيهم اللي انت عايزه. ف وكارمن ستيل عندها دفتر شيكات ب $100. طيب required reserve، required reserve كده 10 وال 90 ده او ال 90 رقم الاماونت ده اعمل بيه ايه كبنك؟ انا بقى هسيبه عندي في الخزنه ولا هبدا اشغله؟ هبدا اسلف احمد ومحمد ورنا وحسين and so on. فبالتالي this is $90 ده هيبقى يعتبر لونز، ده قروض هبدا اسلفها تمام. وده الجنرال برنسبلز اللي احنا كنا بنتكلم عليها، خلينا نعدي عليها تاني لان فيها جزء مهم جدا ليه علاقه بالريشيز. دايما كنت بقول لك في عندنا حاجه اسمها الجنرال برنسبلز، القواعد العامه للبنك اللي هي الاسيتس. دلوقتي البنك بشكل عام عنده 6 قواعد. اولا الاسيتس، البنك لازم وهو بيختار الاسيتس او هو بيقول مثلا انا داخل لي مليون جنيه، لازم مدير البنك يبقى شاطر جدا عشان يوزع المليون جنيه في الاسيتس اللي هتدخل له اعلى ريتيرن، اعلى عائد ممكن. فده هدف الاسيتس، اسيت مانجمنت. الحاجه الثانيه ريديوس ريسك، انت كمدير لازم تبقى شاطر جدا انك تختار اسيتس ليس ريسكي، يعني ما تروحش مثلا تستثمر في حاجه بتخسر. اند ذن يو جاست نيد تو هاف يعني افيشنت او سفيشنت ليكويديتي، انك تكون عندك سيوله في البنك. ما ينفعش مثلا تخلي مليون جنيه واقول لك في الاخر انا كلهم هسلفهم. طب اوكي لو في واحد جه من العملاء يسحب فلوس، ما ينفعش الاقي فجاه ان رصيدي صفر. فدي برضو حاجه مهمه. طيب asset management زي ما كنا بنتكلم انك في الاخر انك تدور اكتر على العميل او البورور اللي هي او الشخص البورور اللي هيدفع لك اعلى انترست ريت تمام، والشخص اللي هيبقى احتماليه هروبه زيرو. ما ينفعش اصلا حد يهرب او في الاخر حد انا شاكك فيه واسلفه الفلوس فيها مدير البنك يتسجن. طيب وبرده نفس الفكره، مدير البنك زي ما كنت بقول لك لازم يشتري السكيورتيز او يشتري الاسهم باعلى عائد ممكن. يعني هنا اللي انا عايز اقول لك ايه، هو بيقول لك مين احسن مدير؟ احسن مدير هو المدير الشاطر اللي يقدر يختار الاسيتس اللي بتدخله فلوس اكتر ويبعد عن الاسيتس اللي بتدخله ريسك اكبر تمام. طيب الجزء اللي بعد كده ليكويديتي مانجمنت، المدير الشاطر هو المدير اللي دايما بيحافظ ان في جزء من الليكويديتي اللي عنده او جزء من الكاش موجود في الخزنه، ده مهم جدا. وزي كنت لسه بقول لك على موضوع الكابيتال ادكوسي مانجمنت، ان انا لازم اتاكد ان راس مال البنك كافي ان انا ادفع الاوبليجيشنز للناس. يعني ايه؟ يعني مثلا دلوقتي سي اي بي واحد من المساهمين فيه نجيب سويرس تمام، سي اي بي لو في يوم من الايام ما قدرش يدفع فلوس للناس، الدوله تقدر تاخد فلوس نجيب سويرس، تقدر تحجز على امواله تمام. فذيس از واتس كولد بانك فيلير. بانك فيلير ان البنك ما قدرش يسستين او ساتسفاي الاوبليجيشنز والفلوس اللي عليه. يعني انت رحت للبنك قلت له انا عايز فلوسي، قال لك مفيش فلوس، هاخد بعضي واطلع فين؟ على الجفرمنت. اقول لها جفرمنت البنك سرقني، فبالتالي الجفرمنت تسجن المدير وترجع لي الفلوس بتاعتي تمام. فذيس از واتس كولد كابيتال ادكوسي. طيب اخر حاجه في الشابتر هنا، في شويه ايكويشنز لازم تبقى عارفها، بتتسرقها دايما في ام سي كيو. In order to know whether the bank is managed well or not, لازم تبقى عارف حاجة شوية ratios، مهم financial ratios تمام؟ وطول الوقت وانت في economics أو في accounting أو finance أو كده طول الوقت بتشتغل عليهم. طيب
من ضمن الحاجات هما كم يعني معادلة وانت لازم تبقى عارفهم كويس جدا، ولازم كمان وانت بتشوف تيست بانك انك تحل الأسئلة الرقمية اللي موجودة عليهم. وهي مين اللي بتبقى هو في المسألة بيدي لك فيها الحاجة وبيقول لك في الآخر احسب الريشيو الفلاني، ريشيو معامل أو معادلة أو غيره. أول ريشيو هو اسمه ريتيرن اون اسيتس، أنا عايز أشوف المكسب اللي على كل اسيت أنا بشتغل عليه، اسمه ROA. أنا داخل مثلا هشتري حاجة معينة، هشتري عربية وهشغلها مثلا تاكسي، أوكي؟ لازم أبقى عارف لما أنا هدفع فلوس في العربية دي هتدخل لي قد إيه؟ هعمل مثلا بروجكت معين، هفتح مثلا مكان بيعمل أي حاجة، أوكي؟ لازم يبقى عندي تصور المكان ده هيدخل لي فلوس قد إيه؟ فالريتيرن اون اسيتس هي عبارة عن نت انكم، الفلوس نفسها اللي هتدخل لي، اوفر افريج توتال اسيتس، افريج توتال اسيت متوسط الاصول اللي عندي. وطبعا زي ما احنا عارفين اي افريج في الدنيا عبارة عن حاجة على عددها. بمعنى ايه؟ انا مثلا عندي، انا كبنك عندي ستوكس، عندي اسهم، وعندي لونز، وعندي ذهب، وعندي كذا وعندي كذا. ده الاسيت دي كده التوتال اسيتس اللي عندي. فانا بشوف النت انكم اللي هتدخل لي من الموضوع over average total assets. طيب this called return on assets او ROA. بعد كده عندي معادله ثانيه اسمها ROE اللي هو return on equity، ده اللي احنا نفس الفكره بالظبط، بس هو مش assets، هو equity سندات او اسهم سوري. انا بشوف ان السهم الفلاني هيدخل لي كذا والسهم الفلاني هيدخل لي كذا. يعني لقيت ان سهم مثلا شركه وي هيدخل لي $100، وسهم شركه مثلا الاتصالات هيدخل لي $80. يبقى كده منطقي جدا ان الريتيرن اون ايكويتي بتاع وي اعلى من الريتيرن اون ايكويتي بتاع مين؟ بتاع اتصالات. فيبقى النت انكم اوفر ستوك هولدرز ايكويتي، ذيس از ذا ايكويشن. اوكي، يبقى كده عرفنا يعني ايه ار او اي وعرفنا يعني ايه ار او اي. طيب في حاجه اسمها يعني الريليشن شيب بتوين ار او اي اللي هي ريتيرن اون اسيتس اللي هي الاسيتس الفيزيكال اسيتس يعني، وار او اي اللي هو ريتيرن اون ايكويتي. دي حاجه اسمها ايكويتي ملتيبلاير. يعني ايه برضو؟ يعني ان انا قد ايه، يعني قد ايه من الاسيتس بتاعتي، قد ايه من الاسيتس اللي انا بمتلكها، قد ايه بقدر اشتغل عليها في الايكويتي ماركت او ان انا بشتغل عليها. يعني من الاخر في حاجه اسمها ايكويتي ملتيبلاير. ايكويتي ملتيبلاير بمعنى الحاجات، الاسهم اللي انا بمتلكها قد ايه الاسهم دي بتساهم في ملكيتي، قد ايه هي بتشكل جزء من ممتلكاتي. فايكويتي ملتيبلاير is equal to total assets over shareholders equity. فالتوتال اسيتس اللي عندي كلها، عندي مثلا ذهب وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، اوفر الشير هولدرز ايكويتي. This is what's called equity multiplier. ما انت كده عندك ثلاث معادلات مهمه جدا 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 جدا، تمام؟ يبقى انا بقارن، يبقى انا equity multiplier عباره عن assets over equity، تمام؟ طيب هنا برضو دي حته مهمه، يعني انا في الاخر في المعادله دي بقول لك EM اللي هو equity multiplier equal to assets over equity. لو انا عايز احسب بقى equity، عايز احسب ده، عايز اجيب الرقم ده، بمنتهى البساطه طرفين وسطين، يعني هقول له assets times equity multiplier بس لو هو عايز الجزء ده. فيبقى انت كده عندك ثلاث معادلات مهمه في الجزء ده، مهمين جدا. وانا هنا اعمل لك هنا مساله، ودي شبه مثلا الحاجات اللي بتبقى في MCQ، اعمل لك هنا مساله بقول لك فيها احسب ROE. وده الجزء ده بيبقى given، يعني الجزء ده بيبقى given، بيجيب لك financial statement بتاعت بنك، ده بنك مثلا بنك الاهلي مثلا، وابدا اقول لك فيه هو جايبها لك جاهزه، بيقول لك النت انكم هو كذا، تمام، والتوتال اسيتس هو كذا، والايكويتي هو كذا، واطلب منك احسب الار او اي. احنا عارفين مع بعض ان الايكويشن بتاعت الار او اي هي عباره عن نت انكم اوفر توتال ايكويتي، فالنت انكم هو 6 اوفر التوتال ايكويتي اللي هي 80، فيبقى 6 اوفر 80 which is 0.5. يبقى انا كده العائد من الاصل ده في البنك الاهلي هو 7.5%. طيب الـ ROA نفس القانون بالظبط، الـ ROA هو عباره عن نت انكم برضو اوفر توتال اسيتس، يعني انت برضو طول الوقت بتاخد النت انكم على الحاجه اللي هو بيسالك عليها. فيبقى هو عباره عن ايه؟ النت انكم اللي هو 6 اوفر التوتال اسيتس اللي هي 980، فتقسم ده على ده يطلع لك 0.6. اتفقنا؟ طيب فاينلي بيتكلم عن اخر شابتر، بيتكلم عن حاجه اسمها ريتنج ايجنسيز. يعني البنوك نفسها زي ما الناس ليهم ريبيوتيشن وليهم سمعه، البنوك كمان ليها سمعه. البنك اللي قدامك ده اسمه ليمان براذر، ده اشهر بنك في العالم، والبنك ده فلس في 2008 وطبعا رجع تاني بس حصل له كراش كبير جدا بسبب الازمه الماليه. ريتنج ايجنسي دي جهه يعني بترتب البنوك لاي بي سي،
تقول البنك الفلاني سمعته ايه، البنك الفلاني سمعته تريبل اي احسن حاجه، البنك الفلاني سمعته بي اند سو اون، طبعا بناء على الفاينانشال انفورميشن اللي على البنك. طبعا دول اشهر ثلاث ايجنسيز بتقيم البنوك في العالم، بتقيمهم اي وبي وسي وهكذا، فبتقيم طبعا قدره البنك على انه يعمل كده، وبتقيم حاجه اسمها الجاب اناليسيس، بتقيم سنسيتيفيتي اوف ذا بانك، بتقيم قدره البنك انه يبقى يقدر يمانج الاسيتس والليبيليتيز. دي حاجه مهمه. يعني ايه جاب اناليسيس؟ يعني هل في جاب، هل في فرق ما بين الاسيتس بتاعت البنك والليبيليتيز بتاعت البنك؟ كده في مشكله. انت عارف كويس جدا في اكاونتنج ان لازم الاسيتس تبقى قد الليبيليتيز بالظبط، لو في فرق ما بين الاثنين يبقى في حاجه اسمها جاب، في مشكله كبيره جدا في sensitivity او في reputation بتاعت البنك. اوكي طيب، ف this is what's called gap analysis. اخر حاجه، حاجه اسمها off balance sheets، دي الحاجات اللي ما بتتسجلش في البنك، يعني دي حاجات البنك ما بيسجلهاش او ما بتسجلش في البالانس شيت العادي بتاعه، زي حاجات مثلا ليها علاقه ب دي هتاخدها طبعا في فاينانس اكتر، حاجات ليها علاقه financial futures، الناس اللي بتشتري عقود في المستقبل، دي حاجه مش عليك دلوقتي بس يعني ممكن وقت ما تاخد فاينانس تبقى هتبقى عارفها اكتر، يعني عشان بس ما تشغلش نفسك في حاجه مش في الامتحان. اوكي فده كده فور شابتر 9. طيب بيرفكت، طيب كده شابتر 9 نفس الكلام برضو، لما هتدخل هنا تفتح التست بانك اللي موجود معاك وهتبدا تقول له والله انا عايز اعرف اكتر عن شابتر 9، فين هنا هنا تبدا تقول له في الاخر هو. وميزه التست بانك ده انه هيساعدك كمان وانت بتذاكر فكره المايند مابس. المايند مابس انت بتقسم الشابتر لاجزاء، هو بيعدي على كل جزء في المنهج، يعني انت لما اتكلمنا على البانك بالانس شيت ده كان اول سكشن في الشابتر، فهتلاقي كل الاسئله اللي عليه، وبعد كده السكشن اللي بعده الجنرال برينسيبلز اوف مانجمنت تلاقي كل السكشنز اللي عليه وهكذا، فده كده انت هتحل وانت فاهم. تعالى بقى نتكلم في اخر شابتر معانا، وده بيتكلم عن سنترال بانكس بشكل عام، عن البنوك المركزيه. مين هو البنك المركزي وليه البنك المركزي عنده كل السلطه دي؟ ليه في واحد لو انت فتحت دلوقتي او فتحت محفظتك دلوقتي هتلاقي في واحد اسمه طارق عامر، مستر طارق عامر هو محافظ البنك المركزي. ليه مستر طارق عامر ماضي على كل الفلوس اللي معاك؟ عشان هو الجهه اللي بتتحكم في حاجه اسمها مونيتري بوليسي. This was like ده كان award بعمله كل سنة، بعمله كل سمستر طبعا ل student of the month، يعني كل سنة كنت في وانا بدرس اللكتشرز دي كنت بختار كل سمستر او كل شهر، يعني كنت بختار اكتر حد interactive واكتر حد كان بيجاوب في معانا في اللكتشر واكتر حد كان بيطبق اللي احنا بنقوله في الحياة العملية، فكل مرة كان في award للموضوع ده، وطبعا ده كان معهد المصرفي. طيب هنا زي ما اتفقنا مع بعض في الاول هديلك برضه هليكوبتر فيو عن ايه اللي بيحصل بالظبط عن فيدرال ريزيرف، بنك مركزي اللي هو سنترال بانك في مصر، في امريكا اسمه فيدرال ريزيرف. فيدرال ريزيرف اللي هو البنك المركزي اللي بيمضي على الدولار، هو ده هنتكلم عليه دلوقتي. هنتكلم عن ايه هو، ايه تاريخه، ايه الفانكشنز بتاعته، مين هم الاورجانيزيشن اللي موجوده، هل وجوده ده صح ولا لا في الاقتصاد، هنتناقش في ده. Federal Reserve System هو the Central Bank of the United States of America، ده اللي موجود في أمريكا. وظيفة الفد زي البنك المركزي في مصر بالظبط اسمه Central Bank of Egypt أو اسمه CBE. وأنا I would encourage you أنك تروح وتتشك الويب سايت بتاع البنك المركزي وتعرف أكتر عن الموضوع ده، أو تشوف شكل البنك المركزي عامل إزاي وتبدأ تشوف هو بيعمل إيه بالظبط في مصر. طيب البنك المركزي أي بنك مركزي سواء الفد أو Central Bank of Egypt، هو اللي هو بيعمله هو عبارة عن ست حاجات، في ست وظائف كاملة للبنك المركزي، هي عبارة عن أولاً money printing، هو المكان الوحيد في العالم أو المكان الوحيد في أمريكا اللي بيطبع فلوس، بيطبع دولارز. الحاجة الثانية monetary policy، monetary policy اللي هي السياسة النقدية، هو البنك اللي بيتحكم بيقول النهاردة الانترست ريت هي كذا و أو بيقول money supply هطبع كذا وهتحكم في الفلوس ازاي. البنك المركزي الوظيفة الثالثة controlling the financial systems، بيتحكم في الفاينانشال سيستم كله أصلاً. الحاجة اللي بعد كده balancing exchange rate، بتحكم كمان في سعر الصرف، بتحكم في سعر صرف العمله الدولار والجنيه وكده. طبعا انت في الكورس ده كان المفروض او في الماضي ده بشكل عام كان المفروض تاخده بالتفصيل، بس طبعا بسبب كورونا فيروس ما خدتش انت الموضوع ده كله. يعني managing gold and foreign currencies reserve،
كل العالم، كل البلاد اللي في العالم زمان عشان يطبعوا دولار، كان بيقول لك كده ان كل دولار هتطبعه لازم يكون قصاده ذهب عشان يتحكم انه ما يحصلش انفليشن. فكل البنوك عندها اسمها، عندها احتياطي اسمه احتياطي ذهب، او دلوقتي بقى عندها اسمها احتياطي من العملات الاجنبيه. فده كده كان من وظائف البنك. كمان البنك بيعمل حاجه اسمها government loans، البنك بيسلف او الحكومه بتسلف، والحكومه كمان بتستلف. الحكومه بتستلف، اه بالظبط، الحكومه لو عندها project ممكن تستلف من الشعب عادي، ده اسمه public debt، او ممكن تستلف من بره فيبقى اسمه external debt، من بره، من بره مصر او من بره الدوله يعني. طيب فده الويب سايت، فده طبعا ويب سايت سنترال بانك في ايجيبت سي بي اي، تقدر تفتحه وتقدر تشوف فيه اكتر الحاجات اللي موجوده افتر ايفن افتر كورونا فايروس، تقدر تشوف شكل السياسه النقديه في مصر عامله ازاي. طيب الجزء الجاي بيتكلم في جزء هيستوريكال اكتر عن نشاه البنوك، او بشكل عام ذا فيدرال ريزيرف، البنك المركزي كفكره بدا ازاي بدايه من يو اس. فانا انستد اوف ان انا اقول لك تفاصيل كتيره قوي، خليني اعمل لك فيديو يلخص لك الموضوع اكتر، يعني يدي لك بس كده انسايتس على نشاه البنوك او البنك المركزي بشكل عام، ازاي وصلت فكره ان في بنك بيتحكم في كل البنوك اللي موجوده في الاقتصاد. فتعالى نشوف الشورت فيديو ده ونعرف اكتر عن سنترال بنك، يعني ازاي نشا. Money. You put it in the bank and it's there when you want it. But what if you went to the ATM and the bank didn't have your cash? It happened in the past. And that's why the Federal Reserve was created, to keep the financial system stable. The Fed provides short-term loans to banks so they have enough money on hand in times of financial stress. But travel back in time to before 1913. No one was responsible for the health of our banking system. There was no lender of last resort. Why? Because from our country's earliest history, some people opposed a central bank. They feared it would put too much power in too few hands. But as the country grew, frequent banking panics kept the economy on a roller coaster ride, complete with ups and downs, chills and spills. The last straw came in 1907. One of Wall Street's largest financial institutions, the Knickerbocker Trust Company, went bankrupt. Panic was widespread. People raced to withdraw their savings, only to find that banks didn't have cash available. Financier J.P. Morgan and a group of investors rescued the economy with emergency loans to banks. But it was clear that relying on wealthy individuals wasn't the right long-term solution for the nation. It was time for a change. The United States needed a strong central bank that would keep money flowing during times of crisis and help prevent bank runs. To keep power from being concentrated in Washington or Wall Street, lawmakers spread control across the country. The Federal Reserve Act of 1913 established 12 independent reserve banks, in addition to a board of governors in Washington. The structure would insulate the Fed from partisan politics and powerful financial interests. Over time, the Fed learned how the supply of money and credit affects financial markets and the economy. By the 1950s, the Fed was working to counter the ups and downs of booms and busts and limit inflation. In the late 70s, a new crisis hit. Bad news on the inflation front. Wholesale prices were up again in February. High unemployment with high inflation challenged America and the Fed. Oil price hikes and poor policy choices made the situation worse. In 1979, Paul Volcker was appointed Fed chairman. Volcker and the Federal Open Market Committee put the brakes on inflation. They reduced the growth of the money supply and raised interest rates. Once inflation was back in check, the economy started growing again and unemployment fell.
Breaking news here. Stocks all around the world are tanking. More than half a million Americans lost their jobs last month. That is the worst month for job losses. More recently, in 2008, the Fed responded to the largest financial crisis since the Great Depression. Many major financial institutions were on the verge of collapse. Unemployment skyrocketed. The Federal Reserve is more than happy to try to work with you on specific. The Fed made emergency loans to stabilize the financial system and then purchased bonds to lower interest rates and help stimulate the economy. Though the Fed wasn't able to prevent what has been called the Great Recession, its actions helped keep the situation from being much worse. Beyond financial crises, there will always be unforeseen events and natural disasters. The Fed can do a lot to cushion their economic impact and keep money flowing. So the next time you reach into your wallet or drop by an ATM, take a look at one of the bills and find the words Federal Reserve Note. And remember, the Fed's goal is to help keep the economy healthy. Fed's goal is to help is to keep the economy healthy. دي أكتر حاجة بتعبر عن وظيفة البنك المركزي. البنك المركزي مش مجرد بنك موجود وخلاص. البنك المركزي هو وظيفته إنه يحافظ على الاقتصاد فعلاً، وإنه يحافظ على السياسة النقدية، وإنه يتحكم في شكل الاقتصاد. فبالتالي history of the Fed أنا حبيت إن ده يبقى بشكل more interactive أكتر، بيكلمك عن شكل Fed وإزاي إن أمريكا لما مرت بأزمات كان لازم وجود بنك مركزي قوي. فإيه هي وظائفه زي ما انت شفت في الفيديو كده؟ إيه هي وظائفه؟ أولاً issuing new currency. لو في أي عملة معينة عايز أعمل أي عملة، مين اللي بيطبع العملة؟ البنك المركزي. لما مصر قررنا مثلاً نعمل 200 جنيه، البنك المركزي هو السلطة الوحيدة اللي تقدر تعمل عملة. تيل تشاكس، تشوف التشاكس نفسها وتعمل تشوف الموضوع اللي اتكلمنا عليه برضو قبل كده في شابتر 9. Withdraw أو to destroy أو إنها to withdraw damaged currencies. يعني الفكره كلها لو في عمله قديمه مثلا عندي عمله قديمه دور البنك المركزي انه بياخدها وبيعدمها او لو في اي عمله فيها مشكله تقدر البنك المركزي هو اللي بيعدمها طبعا البنك المركزي هو the master of all banks يعني هو اللي بيتحكم في زي ما اتفقنا ازاي البنوك بتعمل loans او لا هو اللي بيحدد الموضوع ده هيمشي ازاي دي اهم وظائف البنك المركزي البنك المركزي زي ما اتفقنا هو حلقه الوصل ما بين المجتمع the community and the banking system the business sector ده البنك لو انت في الاخر زي ما كان موجود في الفيديو لو انت رحت البنك سي اي بي وقال لك مفيش فلوس ترجع لمين هترجع للبنك المركزي طيب دايما البنك المركزي كمان بيعمل داتا كولكشن وبيشوف بيعرف معلومات اكتر عن كل الناس علشان يقدر يحدد شكل الايكونومي عامل ازاي ف that's why economists like you could work as economists في سنترال بانك ان شاء الله فتقدر تشتغل في سنترال بانكس بعد ما تتخرج واكشلي طول الماضي ده كنت بجيب ناس من السنين اللي فاتت من سنترال بانك في ايجيبت يعملوا ليكتشرز او يعملوا جيست ليكتشرز ويقولوا للناس احنا بنعمل ايه بالظبط في مصر طيب السؤال هو بما انك بتقول هنا ان في فد في سنترال بانك بيكونترول كل البنوك اللي موجوده سنترال بانك في ايجيبت بيتحكم في سي اي بي بيتحكم في كيو ان بي بيتحكم في البنك الاهلي بيتحكم في كل الناس طيب فبالتالي the Federal Reserve هل هو بس السلطة الوحيدة زي ما انت شفت في الفيديو هو كمان الهيكل او الهرم بتاع Central Bank مختلف شوية اولا on the top of يعني the hierarchy هو the Fed ده البنك الكبير اوكي امريكا فيها 12 بنك بيمثلوا يعني مقاطعات معينة و the Board of Governors الناس اللي هم مجلس الإدارة مجلس إدارة البنك ده كمان بمستشارين البنك يعني وعندي حاجة اسمها the Fed أو the Federal Open Market Committee بتكلم عليها ده اللي أنا بتكلم عليه دلوقتي هي mainly the institutions اللي موجودة في الاقتصاد اللي بتقدر تساعد البنك المركزي إنه يتحكم أو يخلي أو to keep the economy healthy and productive so ده الموضوع كله فcentral زي ما اتفقنا central bank ده مملوك بس للدولة عمره ما بيكون مملوك ابدا للبرايفت سيكتور والسنترال بانك ده ليه اندبندنسي كبيره جدا اوكي وليه بورد اوف جوفرنرز يعني ليه
يعني governors او ليه محافظين للبنك المركزي في امريكا. طبعا في مصر احنا عندنا محافظ البنك المركزي هو مستر طارق عامر، هو محافظ البنك المركزي، وطبعا عنده مستشارين مثلا زي دكتور مثلا رينا مشاط، دكتور فخر الفقي وانت سو اون. فده كده شكل البنك المركزي الامريكي، بيكون في عندي 6 governors، في عندي 6 محافظين او board of governors، وعندي تحت المحافظين عندي في 9 directors، في 9 مديرين للبورد اوف جوفرنرز. طيب هو هنا كل التفاصيل الجايه تفاصيل تخص بس امريكا. طيب عندي هنا بيقول ان البنك المركزي اللي موجود في دي سي في امريكا، في واشنطن في امريكا، هو مينلي بيتعين من رئيس الجمهوريه، ونفس الكلام في مصر، اللي بيعين محافظ البنك المركزي هو رئيس الجمهوريه، هو تابع بس لرئيس الجمهوريه، مفيش اي حد تاني ليه سلطه عليه. بالنسبه لامريكا، المحافظ البنك المركزي بيقعد 14 سنه غير قابله للتجديد، ده ماكسيمم يعني. هنا بيتكلم على الشير اوف بوردرز او الناس الحكماء، مجلس الحكماء اللي موجود. هو بشكل عام هو دور البورد اوف جوفرنس انه ينصحوا محافظ البنك المركزي ويقدروا يقدموا له نصيحه، يعني مينلي ناس زيكم تكنيكال ايكونومست، ناس زيكم بالظبط بيقدروا يعملوا ينصحوا محافظ البنك المركزي انك هتعمل ايه بالظبط في الموقف الفلاني. يبقى احنا كده اتفقنا، اولا في الهرم فوق محافظ البنك المركزي، تحته في بورد اوف جوفرنس، تحته في حاجه اسمها فيدرال اوبن كوميتي، في اوبن ماركت كوميتي، سو اف او ام سي. اف او ام سي هي اللي انا كنت بقول لك عليها لما كنا بنتكلم على التريجري بيلز، او بنتكلم على البونز بشكل عام، او بنتكلم بشكل عام على الاسهم والسندات. دي اسمها سوق في مصر، اسمها سوق الاوراق الماليه. سوق الاوراق الماليه هي الجهه الكبيره اللي بتتحكم في شكل التداول بتاع الاسهم والسندات. طيب السؤال الاخير، how independent is the Fed central bank بشكل عام، هل هو فعلا independent ولا لا؟ ده هدف central bank طول الوقت يبقى عنده independency، ما حدش يأثر على قراره، البزنس سيكتور ما يأثرش على قراره، البنوك نفسها ما لهاش انها تعرضه او انها تأثر على قراره. فطبعا عشان كده دايما البنك المركزي هو تابع رئيس الجمهوريه. طيب الجزء الاخير واللي ده مهم يعني بيبقى في MCQ برضو، هو جزء الindependency، هل صح ان البنك المركزي يبقى completely independent، ولا انت شايف ان البنك المركزي ما يكونش اندبندنت؟ فممكن تعمل بوز الفيديو وتبدا تفكر على نفسك، انت رايك ايه. طيب الناس اللي بيسبورت او شايفين ان اندبندنسي حاجه صح، هم شايفين ان لازم يبقى في سترونج انستتيوشن او سترونج بوليتيكال او ايكونوميك ارم، يعني ايكونوميك ارمي كده، ان في عندي في ارم، في ايد قويه في الاقتصاد بتتحكم في الاقتصاد لما يحصل انفليشن او لما يحصل مونيتري بولسي. يعني من الاخر هما بيقولوا ان المركب اللي لها رئيسين بتغرق، فلازم يبقى في جهه واحده بس هي اللي بتتحكم في الاقتصاد. الحاجه الثانيه، الناس اللي شايفين انهم against the independency of the central bank وشايفين السنترال بانك بياخد رول كبير جدا، هما شايفين ان السنترال بانك controlled by the elites، هما ناس كده مختارون هما اللي بيتحكموا في السنترال بانك، فهما شايفين لا، ده حاجه بتدي له قوه فوق القوه وهو مش محتاج انه ياخد كل القوه دي. اخيرا البنوك، بدي لك كده 2 examples على البنوك المركزية اللي موجودة. طبعا انت عرفت عن فيد بتاع امريكا، عرفت عن السنترال بانك في مصر، عرفت كمان عن واحد من اقوى السنترال بانكس اللي موجودة في العالم، وهو يوروبيان سنترال بانك ECB. يوروبيان سنترال بانك هو البنك المركزي الاوروبي، اوروبا فيها 28 بلد كلهم بيتكلموا لغات مختلفة، بس كلهم عندهم وحدة اقتصادية واحدة وعندهم بنك مركزي واحد موجود في المانيا، موجود في فرانكفورت، فده البنك المركزي الاصلي اللي موجود في ده، مجرد اكزامبل للموضوع. طيب بالنسبه كده احنا يعني بالنسبه للشابترز احنا كده غطينا مع بعض شابتر 9، طبعا هترجع برده زي ما اتفقنا هتخلص الجزء ده وهتروح لاخر جزء في التست بانك، وهتشوف في الاخر الشابتر 14 هتحل اسئله السنترال بانك. طبعا هي دي الاسئله الاهم يعني. طيب يبقى انت كده خطه مذاكرتك عباره كان على التالي، انك عندك دلوقتي شابتر 2 3 9 14، تمام؟ 2 اتكلمنا عن ماني، 3 اتكلمنا عن فاينانشال سيستم، 9 اتكلمنا عن بانك، البانكينج سيستم بشكل عام والبالانس شيت اوف ذا بانك، اند 14 اتكلمنا عن ذا فيدرال ريزيرف او السنترال بانك. اوكي سو يبقى انت كده ذا بلان انك هتعمل، اولا هتعمل مايند ماب زي ما اتفقنا، وبعد كده تبدا تحل الاكزامبلز اللي قلنا عليها. طيب وبعد كده كمان تزود اكتر وتروح لكويزلت، هتبدا بقى تلعب يعني تبدا تعمل جيمز عشان تبدا تعمل هنا، يعني تبدا مثلا هنا في فلاش كاردز تقدر تستخدمها عشان
تشوف كأنك بتعمل جيم، كأنك بتنتراكت مع الكور مع الموديل نفسه. فده كل الحاجات اللي ممكن تلاقيها. وتقدر تعمل اكزام، يعني تقدر تعمل نفسك اكزام بتايم وتشوف نفسك هتحل الامتحان في قد ايه. يعني تقدر هنا تقول له انا عايز اعمل امتحان على الجزء ده، عايز مثلا امتحان ام سي كيو اوكي، وعايز يكون عندي مثلا 80 سؤال زي او يعني مثلا عندك 20 سؤال اوكي، وعايز اقول له اعمل لي امتحان اوكي زي ما انا علمتك السنه اللي فاتت. فبالتالي هيبدا يسالك شويه اسئله زي اللي انت اخذتها، وهيبدا يقول لك اوكي جاوب السؤال، فبتجاوب هنا وفي الاخر بيطلع لك الجريد بتاعك النهائي وبيقول لك انت حليت الامتحان في كام دقيقه. يبقى انت كده كمان اتدربت على السرعه. ففاينلي بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، وانتوا كده جاهزين للامتحان. بس المايند مابس مع طبعا المايند مابس اللي انت هتعملها من مذاكرتك مع حلك لاسئله التست بانك، ان شاء الله هتبقى جاهز بنسبه 100% ان شاء الله انك تجيب امتياز. وخد الموضوع for fun، انك enjoy economics وان enjoy انك تعرف الموضوع اكتر as an economist، وانك to discover career بلوك اكتر، لان career بلوك ده اكتر career متاح ليك بعد التخرج. وهو career it's really fun. وانا كنت في الاول كنت بقولك على الاونلاين اونلاين certificate بتاعت كولومبيا يونيفرسيتي، تقدر تسجل فيها بعد الاجازة، تقدر تاخدها في الاجازة انك تاخد money and banking. اوكي so ده كان هدف اليوم، ان انا كنت اساعدكم بشكل عام. احنا كده خلاص جينا لاخر رحلتنا. يعني انا كان هدف اليوم ان انا اساعدكم بشكل عام فانكم تستعدوا للفاينل اكزام. بتمنى كل التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله دايما اشوفكم على خير. ولو في حد عنده اي اسئله طبعا تقدر تبعت لي ايميل، انا مش موجود على السوشيال ميديا فتقدر تبعت لي بس ايميل، فطبعا انت عارف اليونيفرسيتي ايميل بتاعي، فتقدر تبعت لي ايميل. بشكركم جدا لوقتكم، وان شاء الله اشوفكم كده على خير دايما، ودايما كده موفقين، ودايما كده اشوفكم دايما كده ريد ايكونومست. يعني اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي يا شباب.